شهر رجعنا بالخير وهنانا مبروك شهر رجعنا بالخير وهنانا حافل بخيراتك حامل تحياتك حافل بخيراتك حامل تحياتك شهر الكرم والجود يا محلى عادة رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وما زلنا يا هلا ومرحبا فيكم. احنا سعداء بالتواصل معاكم من كثر ما صرنا نطلع يومي خلاص تعودنا. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، احنا سعداء بالتواصل معاكم في برنامجكم برنامج اللوبي الرمضاني، واحنا دائما سعداء في ضيوف جدا مميزين نستضيفهم من خلال هذا البرنامج متنوعين في كل المجالات. اليوم راح يكون ضيفنا وضيفكم مشاهدينا الكرام عضو مجلس الامه النائب حمدان العازمي، وراح نتكلم وياه في الكثير من القضايا ان شاء الله اليوم. يعني يمكن اعتقد قضايا ساخنه كثيره اثيرت في الفتره السابقه، ان كانت العلاقه ما بين السلطتين، الوضع الاقليمي، امور كثيره ان شاء الله راح يعني ابو حمد ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله باين عليه. اكيد اكيد مشاهدي الكرام باسمي واسمكم رحب ضيفنا وضيفكم اخوي العزيز ابو عبد الله النائب حمدان العازمي، حياك الله يا ابو عبد الله ويا اهلا مرحبا فيك. الله يحييك يا ابو حمد انت والاخوان، وجزاكم الله خير على هذه الدعوه، ومبارك عليكم الشهر. علينا وعليكم، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. ايضا مشاهدي الكرام نرحب في نجوم اللوبي بدايه مع ابو علي حسين عبد الرحمن، حياك الله ابو علي. وانا يعني نرحب في ابو عبد الله رغم عندي توصيه عليه، ها؟ أوه. انما يعني توصيه هاجمه ولا لا 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 ما نزور عليه، لكن لا 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 لذلك زور زور. لا لا لذلك ما راح نمشي بهالتوصيات، ما تمشي معنا هذه، لا مانع لا نمشي عندنا. فبالتالي راح يتحملنا والسقف الى السماء. اكيد اكيد نرحب في اخوي عبد الرضا عباس، حياك الله. احنا ايضا نرحب في اخوي ابو عبد الله ايضا. لا انا عندي توصيه بالهجوم عليه الصراحه. زين زين اشكرك، كلهم رياضيين. حياك الله يا ابو صقر. ايضا مشاهدينا الكرام نرحب في اخوي مطلق نصار، حياك الله ابو بدر. يا ابو بدر فيك، احنا اليوم محايدين اليوم. لا ابو بدر محايدين، ها ابو عبد الله ما نقدر عليه، ابو عبد الله عندنا على الشمال. لكن حقيقه نرحب فيك اخوي ابو عبد الله، وحقيقه هالساعة المباركه اللي انت من الاعضاء اللي احنا نتابعهم امانه. صحيح في مشاقب، ما خليت احد ما شاغبته، حتى رئيس مجلس الامه والاعضاء، بس بالنهايه الكل حقيقه يثني عليك، وتبقى وجهات نظر هي، ليس يعني خلافات شخصيه، وهذا ما اكدته دائما في كل لقاءاتك. يمكن كان لك لقاء مع اخوي ابو حمد في فتره لقاءات مو لقاء يعني جولات الصالح يعني تشرف، فهذا يدل على انك انسان يعني تحترم وجهات النظر الاخرى، ونتمنى ان شاء الله يعني ان نكون لك مواقف يعني طيبه ان شاء الله، وان شاء الله دائما مواقف ابو عبد الله طيبه يعني. ما عليكم. ايضا مشاء الكلام نرحب في اخوي العزيز يوسف البيدان، حياك الله ابو عبد الله. ام ساكت هو بعد لحظه خلينا نسمع تو، ما تحكي الحين، اعطى فرصه يا ابو علي، اعطى فرصه تفضل. يعني نرحب في اخونا حمدان العازمي ابو عبد الله، نقول له الساعه المباركه، واليوم كسبت لك مدافعين اثنين قاعدين يم بعض، عرفت ابو عبد الله ابو عبد الله ابو عبد الله. بعدين ابو عبد الله زميل دراسه، احنا ربع من زمان ترى يعني، عرفت؟ فما نقدر نهاجم زميل دراسه. ما كله عندك ضمانات دستوريه. نرحب ايضا باخوي العزيز خالد العازمي ابو عبد الله، حياك الله ابو عبد الله ويا هلا مرحبا. املنا هو هذا الامل الوحيد. بعدين الظاهر فيه حياك الله. ابو حمد امسي عليك بالخير، امسي على الاخوه الموجودين، وايضا امسي على النائب الفاضل حمدان العازمي ابو عبد الله. وحقيقه يعني انا شهادتي حقيقه مجروحه في ابو عبد الله، على قدر ما اني انا افتخر فيه كونه ولد عمي. ايضا انا الحرج بالنسبه لي ان شهادتي فيه مجروحه، وانا اقول ايضا حق الاخوه الموجودين والاخوه المتصلين، حيلكم فيه، وهذه قناعتي. اي نائب لا يستطيع ان يواجه الراي العام والناس لا يستحق ان يكون نائب. صحيح. فانا وانتم اليوم على ابو عبد الله، لانه هو اليوم ممثل الامه، ما هو ممثل لا هو قبيله ولا تيار معين. فانا اقول حق ابو عبد الله بالنسبه للمواقف السابقه، يعني انا مثل ما قلت لك شهادتي فيك مجروحه. كنت اقول يعني في لقاء مع ابو حمد سابق ان ابو عبد الله
يعني أنا كعازمي أفتخر أن يكون أحد ممثلي قبيلة العوازم عندنا عازمي. اليوم أقول تفتخر الكويت أن يكون أحد نوابها حمدان العازمي، وهذه شهادة أقسم بالله يعني متجردة، وكنت أتمنى أن ما يكون حقيقة ولد عمي عشان أقدر يعني أنصف هذا الرجل، لكن في النهاية يعني شهادتي في مجروحها. يستاهل وعلى العزم ومعزم. بس حسستوني أن البرنامج هجوم وما هجوم، هي أسئلة بالنهاية، أسئلة وأسئلة توضيحية يعني لا أكثر ولا أقل. نبدأ في البي 52. بس أنا عندي تنويه يعني للمشاهدين الكرام، يعني التنويه بأن يعني يمكن أمس ما صدر من أغنية الفنان أخوي العزيز خالد الملة ترى لا يقصد فيها الإساءة للسادة القضاة والمستشارين في المحاكم الكويتية، وأيضا الأطباء والمستشارين والذين كلهم كل احترام وتقدير، وهم بعيدين كل البعد عن الطعن أو المساس، وما إذا اعتقد البعض أن هناك إساءة فنحن نعتذر عنها ولدينا الشجاعة، وأنا أعتقد إن شاء الله لم يعني يقصد الإساءة إلى قضائنا أو الأطباء أو المستشارين، ولو كنا نعلم بأن الفنان خالد الملة راح يعني يطلع بهذه الكلمات اللي قد يعني تخلق لبس عند البعض ما لاعترضنا على هذه المسألة خشية من أن يكون هناك لبس يعني عند البعض. ويعني إحنا سألنا أخوي العزيز يعني خالد الملة بعد الحلقة وقال إنه لا يقصد لا قضاة الكويت ولا أطباء الكويت ولا مستشارين الكويت، وإنما يقصد يعني القضاة في بعض الدول وليس دولة الكويت الذين نكون لهم كل احترام وتقدير، وبالتالي هم منزهين عن هذه المسائل ونحن نعتز بقضائنا داخل دولة الكويت، ومرة أخرى نكرر اعتذارنا، واللي ما نقصد فيه ونكون لهم كل تقدير واحترام والذين هم يحقون الحق والعدالة داخل دولة الكويت، فهم كذلك صمام الأمان في هذه الدولة من خلال تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وهم مؤتمنين على المال وعلى الأنفس. احنا حبينا ننوه هذا التنويه لعل البعض يعني فسر، البعض يعني خشية من أن يكون هناك لبس في هذا الموضوع، هذا ما نؤكد عليه في قناة العدالة وفي قناة الاي تي في قناة العدالة، وأيضا من خلال برنامجكم برنامج اللوبي الرمضاني. فيعني كان هذا التنويه من باب أن البعض يعني يمكن كان عنده لبس في الموضوع أو كذا، فاحنا حبينا نوضح من خلال هذا البيان وهذا الاعتذار في هذا الموضوع، وأنا شاكر لكم مشاهدينا الكرام. بداية خلونا نبلش ويا أخوي العزيز حمدان العازمي أبو عبد الله. أبو عبد الله، الأوضاع في المنطقة يعني طلع أخوي العزيز رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم ونوه أن هناك يعني وجود حالة قصوى، وأن هناك مؤشرات لوجود حرب في هذا الموضوع، وإذا مخرجنا يطلع لنا التصريح يعني لو تكرمت نسمع هذا التصريح، خلنا نشوف هذا التصريح وراجعين لكم. قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في خلال تقريبا ساعة ونص بتقديم عرض ووصف للمشهد السياسي وآخر التطورات والأحداث، واللي تبين من خلال هذا العرض مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة القادمة. يجب أن نواجه الحقيقة أن الأوضاع في المنطقة ما هي مطمئنة. كان في أسئلة مباشرة بهذا الاتجاه، يعني فرص اندلاع حرب أو فرص حدوث طارئ. بناء على المعلومات الموجودة التي ذكرت من إجابات المعنيين في الحكومة بأن نعم هناك فرص للأسف يعني، لكن هذه حقيقة يجب أن نواجهها، أن هذه الاحتمالات نسبتها عالية جدا وكبيرة، والأمور يعني ما هي ماشية بالمسار أو الاتجاه الذي نتمناه. للأسف الأوضاع ما هي زينة، أنا أتكلم بكل صراحة، الأوضاع غير مطمئنة خارجيا. وأكرر أن الوضع خارجيا ما هو مريح، ونحتاج أيضا نحن في مجلس الأمة أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه هذه الأوضاع ونتصرف بحكمة ومسؤولية تناسب ما نواجهها من أخطار وتحديات خارجية. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة. طمنا على الوضع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ونواله. بالنسبة لتصريح رئيس المجلس الأمة، أنا أعتقد يمكن في معلومة مخفية عنا أو مخفية عن الشعب
خاصة أن التصريح تصريح قوي، واضح أن الأوضاع مو زينة. بس بالنسبة ما تم عرضه داخل الجلسة السرية مع الأسف ما كان بذاك المستوى اللي والله فعلا أنه في جهازية بالنسبة للجميع الوزراء. الدليل وهم تكلمنا فيه والكلام اللي قاله رئيس مجلس الأمة، هذا الكلام أنا قلته وسألت فيه داخل القاعة وأكد الآن، لأني سألت قلت كم نسبة المتوقعة باندلاع الحرب، فهو أكد الكلام أنه فعلا أن الوضع ما هو مريح، وأن يعني كم نسبة قالوا لي وشيكة. نسبة كم؟ ما جاوب، ما جاوب أنا. أنت في اعتبادك كم نسبة؟ أنت بالنسبة والله شوف أنا أنت كوضع داخل المجلس أنا القاعة. شوف بالنسبة داخل القاعة وما تم طرحه من قبل بعض الوزراء اللي كانوا موجودين، يعني كانوا يتكلمون عن القذاء والأمن الغذائي داخل البلد وتعزيزه وكذا، السكر الطحين على قولة أبو علي الخبز. احنا نتكلم احنا ما يخالف مثل هذا الوضع ومثل هذه يفترض في الحكومة أنها كلها متواجدة، أيضا الدفاع يطلع، والأهم من ذلك المطافي ما كانت متواجدة، الدفاع الداخلية، الحرس الوطني ما كان من ضمن الجلسة السرية لهم دور أو متواجد. بس لهم يمثلونهم بعبد الله لهم في النهاية، يعني الهيئات هذه لهم في النهاية. لا احنا نتكلم عن الشرح، احنا مفروض والله احنا جاهزين، خاصة مثل الحرس الوطني، الداخلية، الدفاع، هذا أمن داخلي. عفوا أبو عبد الله، الحين هل من المقبول أو المنطقي أنه يطلع رئيس مجلس الأمة يتكلم في هذا الموضوع بعيدا عن الوزراء المعنيين أو الحكومة المعنية في هذا الأمر، ناطق رسمي في وزير دفاع، في وزير خارجية، في يعني في الآن أخوي طارق المزرم أعتقد يعني متحدث لمجلس الوزراء، يعني بالنهاية طبعا شخصية مؤثرة ولا ثقلها في الكويت رئيس مجلس الأمة، لكن هل هذا هو دوره؟ ما كان من المفروض أنه يطلع وزير الدفاع مثلا أو الناطق الرسمي باسم الحكومة يتكلم عن هذه الأوضاع ويشرحها بشكل مفصل على الأقل للرأي العام، يعني هو بيان مثلا. هو كذا وزير طلع، وزير الخارجية، وزير التجارة، أيضا وزير ما حد قال في حرب، ما حد قال في أن الأوضاع رايحة للحرب، يعني مطمئنة كانوا الكل يطلع. لا هو أقوى تصريح طبعا تصريح رئيس مجلس الأمة، وهو دائما عقب كل جلسة يطلع ويصرح عن ما دار وحدث في الجلسة. بس أنا أقول لك ممكن هو على اطلاع على معلومات يعني ما تم عرضها داخل الجلسة السرية. بعد الجلسة السرية رحت البيت مطمئن نايم؟ رحت مطمئن والله يعني شوف أمانة الله مرتاح يعني نفسيا يعني؟ إذا أنت مرتاح أنا مرتاح. لا والله تبي الصج؟ لا والله ماني مرتاح على اللي ما دار في الجلسة السرية. ماكو شيء. أنا تكلمت وبعض الأخوة أنا أقول لك أقول ماكو شيء أنا أقول لك تكلمت أنا وبعض الأخوة اللي ويانا النواب تكلموا قلنا مدام هذا اللي طرحتوه أنا أعتقد ما لها داعي السرية، ما ترقى إلى السرية، ما ترقى إلى السرية، كلام عام ولا أي وكلام عام كلام كل الجهوزيات اللي كذا، مدام ما دخلتوا الدفاع ولا دخلتوا الحرس الوطني ولا دخلتوا الداخلية ولا دخلتوا الإطفاء ولا تم العرض، أصبح شنو اللي عندكم؟ ولجنة الخارجية والداخلية؟ لا تحكى وزير الخارجية وكان لا اللجنة، اللجنة الداخلية والخارجية ما لها علاقة، ما لها علاقة، ما لها علاقة. لا هم هذا الطرح الحكومة حسب يعني الحكومة قاعدة تقدم كأنها تقول إحنا جاهزين وإحنا مستعدين لأي طارئ، بس هذا ما يرقى إلا أنها تكون الجلسة. بس أبو عبد الله يعني اللي أنا قاعد نشوفه هي مجرد ردود أفعال، يعني ردود أفعال اللي إحنا الآن قاعد نشوفه في الإعلام، تصريحات الرئيس الأمريكي، سحب بعض الدبلوماسيين وطلب بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا بسحب الموظفين والأعضاء السلك الدبلوماسي، الكثير من الأمور هذه يعني مؤشرة، وأيضا الحاملات الطائرات اللي وصلت، الانفجارات اللي صارت في بعض السفن في 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 الفجيرة، في أحد السفن أيضا السعودية، كل هذا أعتقد أنها مؤشرات يعني معطيات تؤكد أن الوضع مو بالسهولة اللي احنا نتمناه. احنا اللي نتمنى نكون يعني ما نبني آراءنا على عملية يعني قراءات نشوفها أو تصريحات، لا بد أن يكون فعلا يعني يكون هناك في جدية، لأن الوضع جدا ترى الآن الشارع الكويتي الآن
يعني روح الجمعيات الان تشوف هبه على على الماء قاعد ياخذون كراتين ماء يعني، وهذا يعني تسوي بلبله وقلق في في الشعب. عشان محتاجين يعني يعني مسؤول حكومي يشرح يبين استمراريه يعني. نتمنى ما يكون يعني انا التراوالي يكون مفروض برنامج يومي في التلفزيون الحكومي لاستضافه بعض المسؤولين في الدوله لبحث مثل هذه الامور حتى لا يكون هناك في لقط يعني في ما في لجنه طوارئ. عبد الله عندكم في مجلس الامه او في مجلس الوزراء متشاركين مع بعض لجنه طوارئ ويرصدون في اداره اسمها اداره الازمات فريق هذا كان موجوده هذه اللجنه. هذا في السابق اعتقد لما كانت ازمه الامطار الامطار وقبلها بعد لما كانت تهديدات إيه قالوا انه بيشكلون هيئه يعني اداره الازمات. سبحان الله بس بنفس اللحظه بعدها لما ينتفي الغرض ثاني خلاص ينصرف. هيئه انتهت. اسمها هيئه لردود الافعال مو اداره الازمات. عبد الله بس انا مثل ما انا اتكلم عن جهازيه الحكومه واستعداداتها كانت ما كانت يعني بالشكل المطلوب او بالصوره. ليش؟ لان انا اقول يعني قالوا ان الامن الغذائي مطمئنين؟ لا لا والله ما قالوا قالوا الامن الغذائي ست اشهر موجود يعني وبالنهايه ايضا حتى الغذاء له صلاحيه ايضا محكومين فيه في بعض الامور ما يقدرون يتجاوزونها. ابو عبد الله فاعتقد كانت في تصريحات زينه من الحكومه. عبد الله بس بالجلسه السريه كالعاده في نواب دافعوا عن الحكومه وقفوا وقالوا خوش شيء وشغلكم زين وهذا ادري فيك انت لا انت انت من الصوب اللي قلت لا لا شوف ما انت الله الكل تكلم لانه خاصه في الامور كانت عندكم معلومات وبيانات كانت عندكم معلومات وبيانات اعطوكم شيء قالوا لا 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 ما كان ولا اعطوكم زين بالنسبه للاتفاقيات مع دول الخمس اللي احنا موقعينها روسيا وبريطانيا وفرنسا وامريكا شو اللي صار عليه ما قالوا لكم شيء هذا الاتفاقيات وين راحت ما تحمينا هالاتفاقيات من اي شيء؟ لا بالعكس الاتفاقيات موجوده لاي حدا طارئ اعتقد انها يعني تفعل يعني الاتفاقيات وساريه اتفاقيات ساريه بس انا مثل ما قال ابو نصر يعني الله خير يعني احنا داشين طرف حرب يعني لا مو لا لا بس ما هذا احنا مستهدفين فقط الحرب العراقيه الايرانيه تمت 8 سنوات والحمد لله وضعنا كان صحيح انه كان الوضع متوتر لكن ما تكلمنا عن مثل هالهلع اللي قاعد يرسم بهالشكل بصراحه يعني يتكلم عن تخزين مواد غذائيه واكل وكذا غلط عبد الله اي طبعا غلط يعني. لا مو غلط عبد الله انت شوف الاسطول الامريكي برمته اتى الى بحر العرب بحر المتوسط بحر يعني ما دش الخليج لحد الان لكن على قباله صحيح صحيح الوضع متوتر بس اذا صارت اي مشكله في المنطقه احنا راح نتاثر عندك صح فهمني ابو حمد احنا اليوم نتكلم وحجم الهلع اللي قاعد يصير كان احنا اللي راح ندخل الحرب لا ممكن انت راح تدخل انت فورس لا عندك مشكله مياه وعبد الله راح ندخل الحرب انت ما راح تدخل لا شكو احنا انت راح لا شلون حرب تصير انت مصوب عليك يعني يمينك ويسارك صواريخ وتفجيرات بس هل احنا وصلنا لهالمرحله ابو عبد الله يعني في فعلا يعني راح تكون يعني الحرب في المنطقه دائما نشوف التهديدات ما بين الحديث عن علاقه ايران مع امريكا وهذا الكلام اللي دائما يعني نسمع عنه شوف يعني دائما في السابق لما قالوا انه والله امريكا تبي تطق ايران او تبي تدخل بحرب مع ايران راحت ايران دشت سوريا دائما بالاول دائما يقول خلاص في نفس الوضع الحالي انه متوقع عندنا حرب ما بين امريكا وايران راحت ايران دشت سوريا الثانيه هم نفس العمليه نفس الاجواء هذه حرب ما بين ايران وما بين امريكا راحت ايران دشت العراق الثالثه هم نفس الاوضاع راحت ايران دشت اليمن فاليوم بس لما تشوف المؤشرات مثل ما قال ابو نصار وايضا يعني دخول 150 الف جندي امريكي يعني رقم ما هو سهل وايضا ايضا دبلوماسيين انخفاض عودتهم انخفاض الاسهم الامريكيه حسب اللي قاعد يقال الان يعني في مؤشرات انه ممكن باي لحظه بس ما تحتاج يعني بس يعني البعض يقول بس فيها مبالغه بس باقي التوقيت البعض يقول فيها والله هذه مبالغه لكن يجب علينا في الكويت ان نكون يعني
حذرين ومستعدين لاي طارئ. هذه الفكره. هذه الجلسه رفعتوها خلاص ولا ظلت جلسه مفتوحه ساعتين؟ لا لا هذه الجلسه لا لا هي بس جلسه مخصصه بس تحولت الى سريه مخصصه للامر هذا. انا تكلمت وبعض الاخوه النواب تكلموا قلنا ليش ما دخلتوا، انا حتى حكيت فيها وزير الدفاع قلت له ليش ما دخلت، ليش ما دش الدفاع وزاره الداخليه الاطفاء الحرس الوطني؟ قال بناء هذا الطلب اللي كان مقدم ما كان مذكور في يعني الامر هذا الطلب المقدم. انا يعني على اساس اني كنت بتاكد من الطلب هل فعلا مو مذكور فيه، قلت انا حتى لو مو مذكور فيه ما دام نتكلم عن جهوزيه الحكومه واستعداداتها يفترض ان جميع الوزارات متواجده نفس السابق. بس السابق كان الكل متواجد والكل يشرح والكل. بس ابو عبد الله اخطر ما في الامور هي وجهه نظرك، هل تعتقد وزير الصحه استطاع ان يقنعكم بانه عنده جهوزيه اي كامل يعني؟ والله شوف هل اقنعكم يعني؟ لا تبتسم. لا ما والله وزاره الصحه لا مستعدين والله في يعني مرينا في كثير من التجارب. الظاهر ابو علي يبي وزير الصحه. الظاهر ابو وزير والله انك تعرف ما اعرفه انا. اي والله انا ما اعرفه ولا والله ما يعني دكتور باسل امانه من افضل الوزراء، رجل قايم في دوره في بس انا ابي اطمئن مرتاح ما دام ابو عبد الله يخليني عشان اقدر اروح انام. انت ايش معنى سالت عن وزير الصحه؟ ايش معنى سالت عن وزير الصحه؟ لان الصحه هو اهم شيء، لان اهم حادث في الحوادث كلها ما ماكو شيء في الازمات، ماكو شيء اسمه صحه اهم شيء، الغذاء اهم شيء صح؟ لا 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 الغذاء مو اهم، الامن اهم شيء. شوف كل بيت كويتي يقدر يتكيف، الثلاجات ما شاء الله الله يزيد ويبارك ثلاث شهور تقدر بثلاجاتك تقعد تاكل فيهم ماكو مشكله. هذا ثلاجه بيتك بس هذا الظاهر لانك انت تاجر ورزق وايد وحميد فريزر مطعم. لا لا برد على اعتقد يعني احنا يجب ان نثق في حكومتنا. يعني لا يمكن اي حكومه الكويت دوله الكويت يعني تجد ان هذا الخطر موجود وتسكت ويعني نتهمها اتهامات يعني قد تكون لها يعني مع احترامي يعني الوزراء كلهم يعني حكومه الكويت هي اللي تسير الامور واكيد ما ترضى على بلده يعني ما ترضى غير فما بنوصل يعني الى ان تستطيع ان لا ان الحكومه يعني ما تدري في اغلب الازمات يعني في اغلب الازمات الخارجيه الحكومه دائما في الموعد امانه يعني يعني اخرها موضوع تفجيرات مسجد الصادق كانت في جميع يعني الاجهزه ان كان في الصحه تعاملهم في الامور امانه كان على مستوى رائع والكل اشاد. فاحنا ان شاء الله كلنا ثقه ولا نبي الناس يعني يكون عنده هذا الهلع، لكن يجب على الكل يكون مستعد يعني أجابه. يبي يأكد الإجابة يقول أكد الإجابة بس أنا لا المشكلة أبو عبد الله بيستجوب وزير الصحة. لا لا أنت جيت على الجرح، إحنا ما نقبل على وزير الصحة. أنا أشوف أبو نصار جزاه الله خير يقول يعني حكومتنا يعني شوي قام يمدح بالحكومة وهو يبتسم وهو يبتسم وهو يمدح في الحكومه وهو لا يبتسم. لا صاج والله لا في الازمات الخارجيه يعني هل تعتقد ان الحكومه تدري ان في ضرر على الشعب المواطنين؟ لا ابدا. شوف انا اقول لك بالنسبه لي وقلتها بالجلسه، قلت له حكومه لا تستطيع، وقلتها وتكلمت فيها، قلت له حكومه لا تستطيع ان تحل شركه جلب العماله الخدم، لا تستطيع أن تحل هذه المشكلة، أنا أعتقد أنها لا تستطيع أن تدير الأزمة. بس هذا شيء مختلف. لا أنا أقول لك هذه شركة وجربنا إحنا بكذا موقف، ما وحسب اللي تم طرحه أنا أعتقد أنا أقول وقلتها بالجلسة، الله لا يحدنا نشوف ذاك اليوم استعدادات الحكومة، والله لا يجيب ذاك اليوم. والله بس ابو عبد الله في راي مخالف. انا اقول لك يا لا لا على ذاك اليوم ابو عبد الله في راي مخالف لرايك. يعني مثلا يعني بعد التحرير ازمه 96 مثلا ما بين 94 او 96 مع العراق في هذيك الفتره كانت الحكومه على استعداد، في 2008 2003 عفوا في حرب تحرير العراق ايضا يعني كان ايضا الحكومه على الموعد. فدائما في القضايا يعني في هالمسائل تجد الحكومه لديها الاستعداد. تدري ليش كانت الحكومه؟ لكن قد نكون مو معنى هذا احنا قاعد نقول الحكومه ما عندها مشاكل على المستوى الداخل ابو عبد الله، لكن في الازمات الخارجيه دائما نجد الحكومه زينه. حتى ادارتها الازمه الخليجيه يعني كان لها دور كبير. صحيح في صحيح حمد احنا الشان السياسي ما نختلف. ايه؟
لأن القيادة حضرة صاحب السمو، والشأن السياسي الكل يذكر الكويت فيه، بس احنا نستاهل. ابو عبد الله ترى ايضا الشعب الكويتي في مثل هالمواقف ايضا متماسك واقف يدعم. ما نتكلم، ما عنده خيار اخر. ما الشعب الكويتي يتكلم، الحكومه كل الازمات تلقاه متواجد، بس احنا نتكلم عن الاستعدادات الحكوميه. عبد الله انا بجيك على وزير الصحه. انا سبق اني سالت السؤال هذا واثناء الجلسه قلت له انا عن الاستعدادات وزاره الصحه، وحطوا رقم معين، قالوا الاسعافات بحدود 206، قالوا الأدوية كذا جديدة. قالوا كذا. أنا سألت سؤال قلت له كم جهوزية هذه السيارات، فما جاوبني. أنا ما انتبهت لأنه تم الكذا عقبه قالوا لي، قلت له سألت جزاه الله خير وكيل وزارة هم، قلت له شنو جهوزيتكم؟ قال أبو عبد الله عند الوزير. أصبح فيها يعني أنا حسب المعلومة اللي عندي ما هي جاهزة بالنسبه للسيارات. حسب ما قرينا ابو عبد الله انه قبل مده دخلوا 200 وشوي اسعاف جديد. 206 206 بس نسبه التشغيل فيها كم؟ وترى في 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 بدايات الامر 206 ان شاء الله ما شفنا ابو عبد الله. خلينا نطشر بالشوارع كلها ترى ما ترى الباب الاول سيارات اسعاف للمباريات كره القدم اللي تقام مباريات كرة القدم ما في سيارة إسعاف، تجي سيارة خاصة تشيل اللاعب المصاب وتودي المستشفى. الطرق الثانية تنسيق ما بين النادي، هم دائما لما وزارة الصحة يقول عندنا نقص، هم يقولون عندنا نقص في السيارات. تفضل تفضل. يعني نجاح الحكومة في الأزمات اللي تفضلت فيهم أن المجلس وخر. إذا المجلس هو جزء من عملية الكوربشن، المجلس هو النواب كربشن ولا تعطيل ولا لا لا هو جبن الكربشن، كربشن غير يعني المجلس وعلي. بعض الأوقات تدخله في الأزمات يعرقل يسبونه قصدك مزايدات، يعرقل الأداء، وبالنهاية بعض النواب قد يستغل هذه الأزمة لأمور خاصة. وهذه المشكلة اللي احنا قاعد نواجهها في كل أزمة، إن الحكومة تكون حاطة بلان لكن بعض الأوقات بتراضي النواب. لو ما يدخلون النواب انا اعتقد ان الحكومه مثل معرقلين يعني لا مثل انت اذا تدخلت عرق الحكومه على شنو تربكهم انت يعني مثل الازمه هذه في هذه الجلسه اربكتهم بعبد الله شنو نقولوا ما قلنا شيء بس احنا مثل هذه الازمه مثل هذه الازمه النائب شيبي يتدخل شيبي زايد عليه لا ما هي هذه مصلحة وطن يعني بالنهاية مهما نختلف في الداخل في الامر الخارجي الكل يكون يد واحدة. النواب في اي موقع في اي ازمه هم الاكبر ناس يحاولون انهم يستفيدون من هالوضع. لا بس حتى الازمه لا ابو علي في الازمات الخارجيه الازمه شنو زايد فيها النواب لا في الازمات الخارجيه ثق تمام الكويتيين كلهم يد واحده يعني وهذه لازم احنا نركز عليها ولازم نثبت فيها هذا يفترض فيه لا هذا الحقيقه هذا والله قاعد اقولها يختلفون في الداخل على مسائل كثيره هذا واقع. زين قبل لا يعني نروح على ايضا القضايا السياسيه في موضوع الأخ العزيز أبو عمر الله يفك عوقه إن شاء الله قضية خالد نقى مرة أيام على دفع الدية، ليش تأخر الإفراج عنه أبو عبد الله؟ والله شوف يعني أعتقد أنها بس مسألة وقت بالنسبة للإجراءات بس مجرد إجراءات وإن شاء الله بالقريب العاجل إن شاء الله أن الله يفك عوقه. أعتقد جميع الإجراءات تمت بس باقي تقديم العفو صاحب السمو، واعتقد ان تم تقديم الطلب بس باقي بس فقط اجراءات انه بسيطه وان شاء الله في القريب العاجل نشوفها بين اهله وبين عياله وبين الشعب الكويتي. شلون شفت فزعته اهل الكويت يعني في 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 هذا الموضوع تحديدا؟ والله شوف جزاك الله خير على هالسؤال. أنا أقول كانت يعني الكل تحدث فزعة الشعب الكويتي وهذه الملحمة اللي صارت يعني ما عمرها صارت، خاصة أن حتى الدية لما كانت 10 مليون عمرها ما صارت لا بالجزيرة العربية ولا بالدول الثانية. مبلغ شايد ما كان يعني الكل متوقع أنه مثلا والله خلال 30 ساعة أن يتم جمع هذا المبلغ شيء مهول، وهذا لولا التحام الشعب الكويتي يعني أعتقد أنه ما كان يحصل هذا الأمر. يعني هذه أعتقد أنها ملحمة وطنية
يعني الكل شارك فيها، ونشكر الجميع، نشكر جميع الشعب الكويتي بقبائله بعوائله بطوائفه. يعني موقف لا يمكن ينسي، ومثل هذه المواقف انا اعتقد على هذه الملحمه اللي صارت انا اعتقد يجب ان تدرس حق ابناء الشعب الكويتي، ان هذه من ضمن اللحمه اللي صارت تلاحم اهل الكويت، واهل الكويت معروفين. نعم. يعني مثل ما قلنا من ساعه ان بالمواقف تلقى الشعب الكويتي متواجد. يعني والحمد لله هذه القضيه ايضا بعدها تم قضيه ما جاء بعدها قضيه المطيري، ايضا قضيه الشمري، قضيه الرشيدي. يعني ادى هذا التلاحم الى وهي في اطارها الاجتماعي، يعني هي يعني ما لها الا رمزيه الاطار الاجتماعي، وهذا ما جبل عليها الكويت في التعاضد والتعاون. صح. في هذا الامر والله يفك يعني عوق اخونا خالد نقا، وانت ايضا كان لك ايضا دور يعني امانه ابو عبد الله في هذه المساله، انت ايضا ما قصرت، وكان لك جزء في ناحيه التبرع، من ناحيه ايضا يعني على قولتهم شد الهمم في هذه الجزئيه. جزاك الله خير وبيض الله وجهك يعني في هذا الموضوع. خلينا نتكلم ما فيها منا ابو حميد. اكيد اكيد وهذا واجب أكيد علي وعلى الاخوان كلهم، كل والله كل من ساعد يعني من جميع القبائل وخصوصا ابناء قبيله الخوازن، الله يجزاهم خير في هذا الموضوع. ابو عبد الله خلينا نتكلم عن موضوع العفو الشامل. العفو الشامل وعدم حضور الحكومه لهذه الجلسه. اي شلون شفت الموضوع؟ شوف بالنسبه لتخصيص الجلسه طبعا مع الاسف يعني ما كان حضور الحكومة، ويفترض في الحكومة أنها تحضر وتقول ما عندها، يعني شو المشكلة؟ وليش ما نسقتوا معها أبو عبد الله؟ أنا أقول يعني هذا قانون، إحنا لما نتكلم عن قانون ما يفترض التنسيق. الناس إحنا نفهم التنسيق مثل أحداث الأمطار، الاسفلت، تطاير يعني الحصى، هذا التنسيق يصير ما بين المجلس والحكومة، بس هذا المجلس يبي يقر قانون. بس بعد يعني هذا اختصاص المجلس يعني ما تنازع فيه الحكومه. ماشي بس تبقى هذه قضيه راي عام. اي وعدم تنسيق مع الحكومه ممكن يعني يخلي الحكومه تتجاهل، خاصه ما تبي الحكومه. خليني اقول لك بعد الجلسه، لا بعد ما تم انعقاد هذه الجلسه مجموعه من النواب قدموا مره ثانيه وقالوا الان احنا العذر اللي كانت تتحجج فيه الحكومه الان نقدم لها الحين رغبه في التنسيق معها، بحيث أن تكون في جلسة مخصصة لهذا. فالتنسيق مطلوب أبو عبد الله، ليش يعني ليش خاصة أن يعني قضية حساسة تحتاج تنسيق. أكبر أبو عبد الله ما تبي الحكومة. كلام ما عبد الله لا بالنسبة للجلسة والتنسيق بهذه القضايا الحكومة شايلة بس لا التنسيق القضايا التنسيق هذه التنسيق يصير في الاقتراحات المقدمة اللي فيها عندها موافقة مبدئية من الطرفين حكومة المجلس، هني نسخوه مثل قانون التقاعد. لكن في قوانين رفضتها الحكومه يعني في الجلسات الخاصه مجمل يعني. وعبد الله في الجلسات الخاصه الحكومه يعني لازم انت تنسق معها، ممكن يكون عندها مثلا انا ما دافع طبعا هذا، بس انا اقصد من باب التعاون ان مثلا يكون عندهم اجتماعات عندهم التزامات ارتباطات. عدم حضور الحكومه عشان ما نسق لا لا, 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 لا هو يكون عذر ابو عبد الله، بس انا قاعد اقول لك انت تحاول تسكر كل الاعذار اللي قدامها. انا سويت اللي علي، استأذنت منكم، خذيت من وقتكم، شاورتكم. في النهاية أنا قضية ما هي قضية كسر عظم ولا مناطح، قضية أن احنا عندنا مثل قانون العفو القضية هذه الحساسة نبي نحاول نلمها بأي طريقة، نبي نسمع لك ارفض بس احضر. فاليوم مجموعة بدليلنا النواب خذوا بهالاتجاه، النواب اليوم قدموا لجلسة خاصة مرة أخرى مع يعني استجابة إلى رغبة الحكومة وهو يعني التنسيق معها. فنقصد كل أمر أبو عبد الله في نوع من عدم التجانس بين الحكومة والمجلس إنه يكون في تنسيق. قانون الرياضة أيضا كان في فترة من فترات كانت الحكومة كانت تنسق مع المجلس، مو عيب، ما فيها شيء. لا لا بس أنا والأصل في 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 التعاون اللي هو المادة 50 من الدستور هو التعاون بين السلطات، ما في شيء الفصل. أبو عبد الله هي القضية، هي القضية ربطت الآن يعني أكو طرف آخر يطالب بالعفو الشامل حق الطرف الاخر ايضا. أيه. في هناك من اللي بتويتر من اللي ايا كان احضر بور لا انا بس اتكلم عن انه ليش جزء يطالب فقط في هذيلي، ليش الجزء الاخر ما يطالب بصقر. ليش ما يكون عفو شامل؟ لما تتكلم عن عفو شامل تتكلم عن كل فئات المجتمع اللي لهم مواقف سياسيه. بغض النظر بصقر الحين الفكره شنو، انت احضر
وابدي وجهه نظرك. انت عندك وجهه نظر يمين، انا عندي وجهه نظر يسار، لكن خلينا نحضر، خلينا نقعد. ما اختلف معك ابو عبد الله، خلينا نقعد. بس انا ما اختلف، بس انا اقط الكره بملعب الاخوان النواب اللي يدافعون عن فئه معينه. اكو فئات ثانيه اخرى ايضا تحتاج الى هذا الدعم، تحتاج الى هذا الموقف، تحتاج الى انهم ايضا يردون لهم اعتبارهم كما راح يردون الاعتبار حق الاخرين. بس مصقر انا اقول لك يعني في بعض القضايا، قضايا امن دوله ما لها شغل بالشق هذا. نعم. يعني في بعض القضايا قضايا امن دوله حتى ما تدخل من ضمن. اكو قضايا شخصيه ايضا في الجانب الثاني. امر ثاني. قضايا شخصيه. بس انا اقول لك يعني في بعض القضايا عندهم قضايا يعني امن دوله، قضايا امن دوله ما تدخل من ضمن القانون العفو. الحين انا اقول الحين في خبر احد الاخوان يعني كاتب انه مسلم البراء قريبا باذن الله في الكويت، يعني بدر بداح المشعان، يعني واعتقد هو قد يكون محامي يعني من محامين مسلم البراك، يعني هو مقرر التغريدة، قد يكون فيه تراجع على عفو خاص أو غيره. أنا أمان ترى ممكن محمد إحنا وقعنا 7 بالإجراء اللي تم وعدم حضور الحكومة، وكان مناقشة قانون، وكان الجهة المختصة فيه هو مجلس الأمة. إحنا وقعنا 7 بعدم التعاون من الحكومة بجميع الاستجوابات وحتى بتعليق الميزانيات، لأن إحنا بنوصل رسالة منها. وقلت في النهاية مدام احنا نقول الله يفك عقل الاخوان اللي برا ويردهم سالمين، انا قلت امانه الله يعني بكل صراحه قلت اذا كان التاويل على مجلس الامه انه هو من يحل هذه القضيه انا اعتقد الله يعينهم. ليش؟ انا اقول لك اياها، لا يستطيع مجلس الامه الان يحل مثل هذه القضيه. صحيح. انا اتكلم بكل صراحه ان لا توجد اغلبيه، ما نقعد نجامل ونزايد. صحيح. ما نقعد نجامل ونزايد على اخوان لنا برا. قال احمد ابي الفضل طلع واعلن في بوديوم قال لنا خليكم اي انا اقول يعني الله يرجعهم بالسلامه. انا اعتقد ان بالنسبه للقانون الخاص هذا يملكه صاحب السمو، امر ثاني. بالنسبه للقانون العام من يملكه مجلس الامه، انا اعتقد لا يستطيع مجلس الامه، لانه هم لو نبي نعيد جلسه وجلسه وجلسه، واشك الآن حتى بالجلسة اللي راح يعني الطلب اللي راح يقدم جلسة خاصة أشك أنها تنعقد الجلسة. زين أبو عبد الله، ليش ما تأخذ المنح اللي مثل ما تفضلت؟ ترى يعني معظم يعني المهتمين في هذه القضية يعني يقولون نفس الكلام اللي تقوله، لأن هذا الواقع اليوم. ليش أنت أبو عبد الله كونك نائب في مجلس الأمة، أنت مع أخوانك النواب اللي يعني إن شاء الله لهم إن شاء الله احترام عند النظام وعند السلطة، أن تكون لكم مساعي تطالبوا مثلا مقابلة القيادة السياسية، وسمو الأمير يعني بابه مفتوح للجميع، فتقابلونا وتشرحون وجهة نظركم. وترى يعني يقولون الأولين يقولون الهون أبرك ما يكون، أحيانا الناس تعفو عن دم بحبة خشم. صحيح. لذلك مثل هالأمور هذه مطلوب عبد الله منكم ما يكون في نوع من التصادم وكأنه تبي تفرضون أمر معين، مثل ما تفضلت والواقع يثبت أن هذا الأمر لن يكون إلا من خلال العفو الخاص. انا معك. وين مساعيكم عبد الله؟ انا اقول لك في مساعي صارت، بس مرات بعض الامور تدخل عليك، مثلا مثل تحديد الجلسه او غيرها. يعني انا اعتقد مساله العناد ومساله انها بالقوه او انه يجي الشيء بالقوه، يعني اعتقد انتهى. صحيح. في شيء يفرض. انت اليوم ما عندك اغلبيه، تفرض بالمجلس اذا كان عندك اغلبيه. صحيح. اليوم احنا وقعنا على البيان 7 ما يسوون شيء، بس مو العدد الكافي. عبد الله هذا الموضوع شيء. موضوع العفو لو بعدين عن المجلس هذا مثال حي، لو مخرين انتم كنواب وخلوا القوى الشعبيه هي تتحرك افضل منكم. وهم مخرين؟ ها؟ لا لا، بمدلي سوى جلسه خاصه دون التنسيق. شوف بالنهايه اجراء هذه الجلسه الخاصه، بس هذا اجراء، بس هذا اجراء دستوري، هذا مطلوب منهم. لا مش مطلوب منهم وفق الانطباع الدستوريه، ان مش كل شيء يكون تحت اطار المجلس يتعمل. انت احد امرين، انت العفو الخاص انت عملته تحدي. لا لا تحدي، هذا كان هو احد امرين، يا عن طريق صاحب السمو الله يحفظه. نعم. القانون العفو الخاص. نعم. أو عن طريق المجلس
بالقانون بالاجراءات اللي بالاجراءات القانونيه. وهذه الاجراءات هناك وهنا يعني احنا من استضفنا الاخ مبارك دويله قال هناك ايضا وفد يعني شعبي قد يكون. بس قصدي وخروا لو مخرين المجلس مو مدخلين بهالموضوع صدق الموضوع راح يكون ليش ما يدخلون مثل الشعب لا يدخلون ما هو جزء من المشكله بالعكس هم مأزمين الموضوع هم احنا ما عندنا مشكله نوخر تنحل وخروا تنحل احنا نوخر في احد الاعضاء لا لا في واحد في واحد من الاعضاء طالب انه يطلعون في في ساحه الاراده ما طلع احد قليله جدا طلعت بس لحظه ابو علي عفوا ابو عبد الله يعني لا تكنسل الموضوع هذا ونفسه يعني تكنسل وتحول الى انه يكون في البرلمان ابو علي ليش طالبهم ما يتكلمون ما يتكلمون ليش لان اكو قضايا ما عندنا مشكله بس تنحل ايه؟ ماكو مشكله ماكو لحظه هو يمكن قصدنا والله فيها مزايدات معانا اتصال هاتفي ابو عبد الله ما يخالف نكمل ارجع لك معنا اتصال هاتفي من اخوي خالد الرفاعي العازمي حياك الله اخوي خالد ويا هلا مرحبا فيك واحنا سعداء بسماع صوتك ومشكور على جهودك اللي قمت فيها انت واخوانك وجميع اهل الكويت من القبائل من الحضر من السنه من الشيعة في موضوع اخونا خالد نقا وين وصل الموضوع يا خالد حياك الله وبياك ورحب فيك وبرحب بالاخوه الضيوف عندك ابو عبد الله والاخوه جميعا حياك الله ورحم في الاخوه المستمعين عبر الشاشه او غيرها الحمد لله الموضوع الحمد لله انتهينا من الاجراءات ما بقي الا لقاء صاحب السمو تم لقاء وبقي اللقاء ثاني ان شاء الله الاسبوع القادم وان شاء الله قريبا ان شاء الله تنتهي هذه القضيه ان شاء الله وتصبح ان شاء الله في سجل التاريخ وتظهر حقيقه التلاحم والتعاون وتعالف الشعب الكويتي وان مهما وقع ما بين الشعب من اخطاء او من اختلافات ان الشعب الكويتي كل ما يقع بينه سياتي يوم ان شاء الله تطوى هذه الصفحه ويظهر تالف الشعب الكويتي وتراحمه فيما بينه وتعرف ان هذا الشعب جنس واحد ومتجانس مع بعضه حاضره وباديه وجميع الطيف الشعب الكويتي. شنو انطباعك عن هذه الفزعه خالد؟ حقيقه الفزعه ليست فقط من ابناء قبيله خالد نقا قبيله العوازم، حقيقه قضية خالد نقا أظهرت أن الشعب الكويتي نسيج واحد مجتمع واحد من جميع المناطق من جميع العوائل من جميع القبائل كلها ما شاء الله يعني أظهرت الرحمة والتآلف وأن يعني الخير اللي الناس تراه خارج الكويت من الشعب الكويتي أيضا ظهر أيضا بين الشعب الكويتي نفسه الشعب الكويتي بعض الناس يعني عمل الخير الكويتي ظاهر حقيقة في جميع دول العالم مشارق الأرض ومغاربها من الفلبين شرقا إلى أقصى أمريكا جنوب غربا ومن الشمال إلى جنوب لكن هذا أظهر كما أظهر يعني أيام الغزو كيف كان الشعب متلاحم كيف متآلف أيضا هذه القضية حقيقة أظهرت تعاون الشعب الكويتي وتآلفه وتراحمه وأن أي شيء يقع بينه سيأتي يوم يحذف هذا الأمر من سجل التاريخ ولن يظهر الا ولن يبقى الا يعني توقعاتك ايام خالد توقعاتك ايام ان شاء الله والله نسال الله ذلك هذه امور طبعا فيها اجراءات حكوميه وان شاء الله يعني ارجو من الله عز وجل ان اهله ان شاء الله يستبشرون في رمضان خاصه ان والده خالد تجاوز 80 سنه ودنا والله حقيقه الله يطول عمره يعني وتشوفه تفرح فيه ان شاء الله باذن قبل العشر الاواخر كم يترمض عندها ما تبقى ان شاء الله يعيش بين امه وبين اولاده وان شاء الله صاحب السمو قلبه كبير ووسع حقيقه يعني المجتمع العالم قاطبه بل سمي امير الانسانيه ما سمي احد قبله فيها ولا يوجد احد في هذا الزمان سمي بقائد انسانيه مثل صاحب السمو. نعم بما دام موجود ويانا ابو عبد الله كلمنا عن دور الاخ حمدان العازمي ابو عبد الله في حملتكم. حقيقه ابو عبد الله راس حربه في هذا الامر منذ بدانا هذه الحمله وجزاه الله خير معنا ساعه بساعه بل يجلس ويانا في بعض المعاملات سواء في البنك او في وزاره الشؤون او في غيرها من وزاره العدل وغيرها الى ان ننتهي من اي موضوع معنا وايضا في الحفل كان متواجد وبدعمه المادي والمعنوي وايضا بفكره اقترح علينا اقتراحات حقيقه واخذنا فيها وكانت حقيقه يعني نبراس مشينا عليه وايضا كانت طريقه كانت هي الافضل وهي اللي حقيقه يعني شهاده حق في ابو عبد الله استاهل. الكلمات ما تسعني اني اتكلم فيها لكن كل الناس ما شاء الله يعرفون ابو عبد الله موقفه ليس فقط في قضيه خالد نقا في غيرها من القضايا دائما يحرص على انه يعني يكون دائما في المقدمه يكون دائما اقتراحاته تكون في صف الشعب الكويتي
في إعانة أي إنسان يحتاج إلى إعانة في مكانته، يعني في مجلس الأمة دائما في صف الشعب، دائما في صف إخوانه المحتاجين. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يسدده وأن يزيد توفيقه إن شاء الله بإذن الله تعالى. احنا شاكرين لك اخوي خالد رفاعي، انا ما ادري المشرف العام او الامين العام على حمله اخوي الفراج عن خالد نقا، مشكور وجزاك الله خير وما قصرت وبيض الله وجهك. مشكور رئيس الحمله اخوي خالد رفاعي، اذا تبي تعلق عبد الله. ابو رفاعي جزاه الله خير، يعني من الناس اللي يعني هو مع الاخوان الفريق اللي معاه، يعني فعلا يعني حتى يعجز اللسان عن الجهود اللي قاعد يبذلوها والى الان قاعد يبذلونها. يعني هو والفريق اللي معاه يعني اعتقد اقول يعجز اللسان عن الشكر، يعجز اللسان يعني عن الثناء لهم. ايضا بالاضافه الى الامير فلاح بن جامع يعني والجامع كلهم يعني وحبيب بن جامع امير الشمل، يعني كان لهم لهم الفضل بعد الله، وايضا الشعب الكويتي، وايضا صاحب السمو يعني جزاه الله خير. يعني دائما حتى من بدايه القضيه كان صاحب السمو يعني اذا كانوا يقولون اذا يعني مثلا تم الاعفاء وتم كذا يعني ان شاء الله ان الامور ميسره ان شاء الله ان كذا يعني جزاه الله خير. وندعي الله فعلا مثل ما قال يعني لا يوجد شخص يعني اطلق عليه هذا الاسم امير الانسانيه الا حضره يعني صاحب السمو. احنا نقول مشكورين على كل الجهود المبذوله. احنا مثل ما قال والده خالد الان يعني عمرها بالثمانين سنه، نتمنى الافراج عنها. يعني ابوه توفى وخالد بالسجن، جاه مولود الان مولوده يعني الان جاه مولود بدايه ما دخل السجن، الان ولده علي 19 سنه والدته 80 سنه، نتمنى الافراج عنه باذن واحد احد ان شاء الله. بس مجرد اجراءات بسيطه إن شاء الله. وان شاء الله متفائلين متفائلين ان شاء الله. ايضا ابو حمد في نفس السياق، يعني يمكن انا كنت يعني لجهود بسيطه مع الاخوان وكنت اشوف خالد رفاعي عن قرب. هذا الرجل يعني لا يعني اجزم مو اظن اجزم انه لا ينام، يعني على مدار 24 ساعة مجهود يعني منقطع النظير، جهد يشكر عليه في ميزان أعماله. أيضا هو استمر في هذا الأمر مع يعني مع الإخوان المطران وأيضا إخوان الرشايدة، تجده في كل الأماكن متواجد. وأنا حقيقة أبو حمد يعني أقول يعني للعوازم بشكل عام، أقول إن ترى الناس ترى ما تعرف خالد نقا، ما تعرف، الناس تعرف العوازم، وهذا قدر العوازم عند أهل الكويت. ونعم فيكم. وهذا حقيقة يعتبر يعني دين علينا، وتقديركم لنا تاج على رأسنا من فوق، سنتها بشيعتها بقبائلها بالأخوة البدون اللي كان لهم دور جبار. أنا عن يعني عن قرب لقيت حتى البعض يقول أنا والله أبو عبد الله ما عندي إلا سيارتي ببيعها، بعضهم يعني تقرأ المسجات والتواصل يتقطع قلبك من كثر ما الناس متفاعلة. لكن أقول ترى هذا يعني قدر يعني العوازم عند أهل الكويت، وهذا لموقف العوازم دائما أنهم دائما يعني على مسافة واحدة من الجميع، لا يفرزون بين المجتمع الكويتي، محبين للجميع ويشعرون أن الكل الكويتيين، الكويت للكويتيين جميعا. واضح واضح خالد، وهذه يعني الجميل فيها انها في اطارها الاجتماعي وهذا الشيء القانوني والشرعي والشرعي، هذا في جانب مهم يعني وهذا ما نعرس عليه، وفي اطار الدوله وهذا شيء جدا لابد ان نؤكد عليه. ابو عبد الله كان في عندك ملاحظه من ساعه قبل شوي على موضوع العفو، ما العفو العفو اليوم أي اذا بتكلم عن الشقين العفو سواء كان العفو الخاص ولا العام هو منصوص في احد مواد الدستور ابو علي، فحتى العفو الخاص هو منصوص في المادة 75 من الدستور، فأمر طبيعي نواب الأمة يمارسون دورهم اللي نص عليه الدستور، يعني طبيعي يتقدمون في طلب عفو عام. يبقى عاد شنو شروطها وشنو حسبتهم وشنو أغلبيتهم وشنو حتى يعني حتى مزاج الحكومة شنو وين راح يكون يعني، لكن لا يفسر الأمر هو كأنه حرب، كأن هذول النواب يبون يفرضون قصب. لا، ما حد يفرض قصب، هذه ممارسة ديمقراطية. صحيح، بس أبو عبد الله يعجبني فيك اليوم نبقى أدافع عن أبدا لا هذا الموضوع ما له علاقة فيه أبو عبد الله، ما أدافع دافع عن المجلس هذا خوش. بس تعرف القانون اللي قدموه قانون ساقط دستوريا، لأن تفصال وفي هالقوانين لما يصير تفصال ها
محكمة الدستور أي واحد قدم راح يسقط. تدري وين المشكلة أبو علي؟ ولا واحد من جانب الحكومة طلع انتقد هذا القانون وذكر التفاصيل. قال إنه ما حد ساكتين بس ما نبي نحضر جلسة. اطلع فني تقول خلي النواب يتعاونون وياك خلي يغيرون بعض المواد المختلف عليها. عبد الله بساعة قال إن ما نسقوا مع ما يحتاج تنسيق مع الحكومة أبو علي مو شرط. تفضل نطلع من السياق. تفضل. شبع قتل مثل ما يقولون. والله عندي أسئلة أبو صقر والله متحمس لك تدري لي قول أبو حميد بالعكس احنا حلو وياك والله بالعكس لا لا بالعكس ما شاء الله أبو عبد الله صدره وسيع وسيع عنده القدرة على الرد بالمية راهي قاعد راهي مو مشفر مو مشفر بعد يعني لا 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 ما عليه لا بس دائما الأعضاء متهمين أبو حميد أنهم دائما العجلة الإدارية دائما يخترقونها ويخربونها وينزلون بعينون بضغط وبتهديد للوزراء انه حطوا هذا وكيل مساعد او وكيل او رئيس او الى اخره والا نصعدك المنصه. والله اقسم بالله ان واحد من الوزراء وراني مسج من احد اعضاء مجلس الامه قال اذا ما حطيت هذا وكيل وزاره اصعدك المنصه. وسوى شنو تصرف الوزير؟ شنو ما لا لا ما حطه لا شهادة إلا بس تدري اللي يخرب المنظومة أكيد مسجك بس تدري اللي يخرب المنظومة منه إيه لا حد لا يزعل عليه وعبد الله أنت نواب شلون شلون لأنه يأخذ للعضو يوديه في المكان الفلاني أنا أدري إنك أنت تبي تدافع عن عضو قد يكون مظلوم قد يكون لكن لما أنا إيه أدخله في موقع غير موقع لما عينه في مكان ما يستحق في منظومة إدارية موجودة متسلسلة قاعد تصعد فوق شوي شوي أي واحد يضغط على الوزير ويحط يشيل هذاك اللي ناطر دوره يحط واحد ثاني ما يستحق أن يكون في هالموقع وهذا الموضوع الآن هو اللي ترى خلى الإدارة الحكومية تتراجع إلى خلينا نقول نقطة الصفر اللي قاعد نشوف من تسيب نشوف من تجاوزات إن كانت مالية إن كانت إدارية إن كانت ترى لكم دور في هالموضوع أبو عبد الله زين خلاص إيه تفضل زين مصعد أنا بسألك سؤال تفضل من اللي أصل خلى المواطن يلجأ إلى النائب مو الحكومة البيروقراطية الحكومية أي زين ليش البيروقراطية الحكومية سوتها عشانكم أنتوا يصيدونكم يحطونكم بالسر علشان تمشوا الأمور زين إيش عليه المواطن ما عليه بس لا انت ليش لا ما يخالف ليش انت تحط انا بعرف ما يستحق لا انا اقول لك انا بعرف الجهات اللي ماسكينها الاداريه مو الجهه السلطه التنفيذيه نعم زين هي ليش سوت كذي ليش الاوباب الوزراء يعني ثلاث ارباعهم مسكره ليش الوكلاء مسكره لا مسكرين ابد تطرقون الابواب انا خلني انا لا انا اكلمك اكلمك المواطن أنا أقدر انت تقدر تروح حق وزير لا 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 ما ندش وكيل وزارة مدير اداره ما ندش ابو عبد الله انا ما اقصد ان انا اقدر او ما اقدر انا اقول هذا الشخص اللي ما يستحق يكون في هالموقع ياخذونه من ايده يودونه ويعينونه في هالموقع انا اتكلم عن هالكوربشن هذا الكوربشن انت تكلمت عن هذه وانا اعتقد انها غير صحيحه زين انت اليوم انا اقول لك بالنسبه لي الكلام انا مو مختلف لا 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 بس انا اقول لك الا زين تبيني اقول لك كلامك صحيح وفعلا لا بس لانه موجود إن معدي لا عبد الله موجود زين انا اصبح الوزير اللي امامك اذا انا اجيب شخص غير مستحق واظلم شخص مستحق والوزير يدري من اللي يحطه والوزير يدري وزير. اصبح الوزير يحطه اي الوزير ما يستحق ما له علاقه شلون ما له علاقه لا لا بس الوزير هو مهتم هو المسؤول لا المسؤول ابو صقر ترى اغلب التعيينات هو المسؤول في الوزارات من قبل الوزراء انفسهم يجيبون لك ناس من ربحهم او من اللي واقفين وياهم مثلا او توصيات ما اختلف على الجزئيه ما اختلف هم هذا دور أعضاء مجلس الأمة إذا كان في هناك من يتعين بمنصب وكيل أو منصب حكومي لا يستحق يجب أن يتم حسب الوزير وبدر حتى النواب مثل الوزراء بقول لك أنت مدام تتحكى وعن التوظيف وعن كذا زين اليوم عندك 23 ألف بالديوان واقف زين الحكومة ليش ما توظفهم تدري لو توظفهم النائب ما يدش عبدالله أنا بحكي إدارات الدولة ما تتحمل لا تحمل تحمل وايدين قاعدين ليش بطالية ما ترى ما قاعد يشتغلون لا مفروض الكويت الحكومة حكوميات وقالت حق الشركات الخاصة الشركات العائلية الخاصة الأهلية اللي تسميها أعطتهم أيضا أعطتهم الدعم المال دعم العمالة
اعطتهم مزايا كثيره، فليش انا ما اخلي ال 21؟ ما اعطتهم الضمان. ضمان ما في ضمان. قوانين موجوده بس مع الاسف مثل تكلمنا عليها بالمجلس السابق، يعني فنشوا احدى الشركات، فنشها 350 كويتي. يلا تعال تعال فتش احدى زين احدى الشركات، اقول لك احدى الشركات الاخرى فنشت 200 كويتي. بعدين طلع تذكرون لما كان بدل بطاله يوم طلعوها 6 اشهر، هذا من حقه طلع مجلس الامه، من حقه حق اللي فنشوهم وقعدوهم لين يحصل على وظيفه. زين وين الضمانات الحكوميه؟ ليش ما انت كعضو مجلس الامه ليش ما انت تقر قانون للضمانه هذه؟ القوانين موجوده بس مع الاسف الحكومه هي يعني اصبح التاجر اقوى. مصقر مصقر تاجر اقوى يقول لك هذا حلالي، قام يفنش الكويتي مقابله يجيب اجنبي. ايضا في نفس يعني ما في ضمانات. اصبح الناس وكلامك على خاطره، اصبح الناس اليوم ما تتجرأ او يغامر انه ولده يروح القطاع الخاص، ما في ضمانات. وعبد الله ترى سؤال بصقر على ذلك عبد الله، سؤال بصقر عن دور النواب في تعيين بعض القيادات اللي ما تملك او انها ما تستحق مثل هذه المناصب، وهذا امر موجود. لكن السؤال الاهم ليش قامت النواب تسوي كذي؟ لان في الجانب الحكومي تحديدا في الوزراء تعسف. لا مو تعسف بصقر، لما يجيبون عيالهم ابناء الاسره الحاكمه المتنفذين اللي ربحهم بالدواوين، يا رجل واحد عسكري بط يصير وكيل عسكري ضابط ما له علاقه عسكري يعني في 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 منشأة إدارية، والعكس صحيح، واحد والله ربعه بالديوانية تعال حط بالشاليه. طيب لما النائب يشوف هذه الحكومة تتعامل في هالطريقة ايش بيسوي؟ بيسوي مثلهم؟ طبعا يخرب طبعا. لكن لو ماشية صح الحكومة مخربة، لو كان لو كان الرجل مناسب في المكان المناسب ما حيتجرأ من النواب يسوي كذي. انا بقول لك شغلة ترى لما شافوا التعيينات اللي كانوا يتكلمون، ودائما النواب يتكلمون على التعيينات البرشوتية، وكانت تتخذ عن طريق مجلس الوزراء، وكان يعني حسب ما نسمع يعني مدى صحته انه والله تعال صوت لي وصوتك، انا عندي واحد بعينه وانت عندك بوزارتك بعينه، فيها تبادل ما بين الوزراء، يعين فلان وعين فلان. مجلس الأمة اقر قانون ان اليوم التعيينات للوكلاء يجب ان يتم فيها اختبارات في الديوان، اختبارات يعني مجلس الامه عمل سووا حد، هذه خطوه ممتازه، اي وحد من الامر هذا. وهل لما شاف لا اخذوا الحين اغلب خاصه الوكلاء الجامعه يعني الان يقدمون اختبارات ياما كذا وكيل مساعد على اساس يطلع وكيل سقط بلا صاله سقط، وتم يرشحون ثلاثه وكل واحد يدش اختبار. لا اقول لك يعني بس المهم انه عمل مجلس الامه شيء ان اليوم لا ما يطلع الا بعد اختبارات ويكون فعلا الشخص متخصص يفهم بالقطاع هذا. بس احنا ضد ان يتم التعيينات من خارج الوزاره، كلها من خارج الوزاره، كلها من خارج الوزاره، كلها شوفها بالرياضه، شوفها بالشؤون، شوفها بالصحه، كلها خارج الوزاره، مفتوحه بالسابق. الحين في السابق بس هذا مو خطا مجلس الامه، هذا خطا الحكومه. لا تحاسب عبد الله انت، شنو هذا الخطا الحكومه؟ دورك انت شنو؟ احنا الحين مثلا تعيين وكيل وزاره الاشغال اللي تو تم تعيينه، هذا مو ابن الوزاره، وكيل وزارته صح، في وكلاء مساعدين صار لهم سنين يطحنون اكبر هذا القرار. لا يتعذرون من برا على بس ما في معايير واضحه، يعني في كان قانون القياديين وكل النواب وعدوا فيه بس ما صار شيء عليه. ليش ما ابو عبد الله ليش ما حد اشتغل عليه؟ هذا من اهم القوانين، ينصف كل ابناء الكويت من الكفاءات وغيره ان يكون هناك معايير واضحه لي يعني وضع فلان وكيل مساعد ولا وكيل وزارة ولا غيره وفق معايير. هذا مفروض دور أعضاء مجلس الأمة أنهم يشتغلون عليه، ما اشتغلوا عليه أبو حمد، لأن النواب مع احترامي لأبو عبد الله مجموعة كبيرة من النواب هذا بالنسبة لهم مصدر تواجدهم في المجلس. يعني أنت اليوم لما تسكر عليهم التعيينات، تسكر عليهم الأمور هذه كلها، جزء كبير من النواب أصلا مع احترامي له هو يعني جل اهتمامه ومجهوده في قضيه الخدمات، بس ينصف بس يا تشريع مخه فارغ تشريع يا ابو عبد الله، ما هو عذر غلط ابو عبد الله. انا اقصد انت قاعد تعول على النواب محمد، تعول على النواب انهم يمشون في هالقانون، هو اصلا مستفيد منه التعيينات الظلم ابو عبد الله ترى مو على مستوى حتى الوظائف القياديه، حتى الوظائف الاشرافيه تلقى هذا خدمته اكثر وشهادته اعلى وكل بط ولا هذا شنو هذا ابو عبد الله ظلم كلامك. يعني خلينا نوقف معالي الحين شيء زين، مره كذي مره كذي ان اذا يا ابو عبد الله شاف له واحد مظلوم وراح كلم الوزير، هذا
طبيعي جدا شيء طبيعي وندفع فيه. اذا هو عين واحد افترض عين واحد بالباراشوت خلينا نكون مع العين بالباراشوت في المقابل الوزراء يعينون عشرات بالباراشوتات طبعا يعني هم هذه المشكله اللي صارت مو صح ابو علي لا لا لا, لا وايد صحيح جيب لا تبين انا اللي تملك التعيين لا لا انا السلطه التنفيذيه هي اللي تملك التعيين مو هم انا بقول لك شغله صحيح لا لا بس من اصل الامر اي طبعا من ياسس له من ياسسها بس بالضبط لانه بعد ايضا ليش تكسب ولاءات النواب طبعا زين اوكي ولما شافت النواب ما حسب المحسوب عليها اي يعني على اساس انه والله التصويت معين الاستجواب معين وانا اقول خطا حتى على النائب خطا انك والله مقابل اني والله ادي الخدمه اني اوقف لا انت ما طلعتك ولا عينتك الحكومه انت من طلعك وتمثل الشعب كافه يفترض بالنائب دوره تشريعي ورقابي ايضا حتى اذا كان في مظلمه او كذا هذا كل واحد يرحب اذا كان بشخص مظلمه لا وحتى المساعده لما يجي شخص غير قادر على انه يتوظف سواء الرجل ولا امرأة غير قادر على انه يتوظف وبالدور واقف بالديوان مثلا 23 ابو عبد الله المشكله في اللي زين انت وين الحكومه لو تحل بعض القضايا الموجوده انا اقول لك اياها اليوم يحطون كان اللوم على مجلس الامه مثل ما قلت ومجلس الامه هو مشارك وكذا انا بعد ما حل مجلس الامه 86 ما بين 86 الى 90 ما في مجلس صحيح عدل ولا لا زين لو كانت الحكومة معدلة التعليم معدلة الصحة معدلة الأسكان وقايمة بالدور كان شنو اللي صار كان كل الشعب الكويتي يقولك ما نبي مجلس الأمة صحيح. وما نبي مجلس الأمة بس خلال الفترة هذه شنو صار فازو. لا قبله شنو صار الناقلات كل أحداث والاقتصاد والتجاوزات القوية خلال صحيح. الفترة بغياب مجلس الأمة صحيح. احنا نقول مرات الحين قاعد يضخون يقول لك والله لا مجلس الأمة كذا وهو السبب وهو احنا نقول للشعب الكويتي حتى لو كان مجلس الأمة سيء يعني سيء بقاءه زين يعني وجوده وجوده مهم أفضل من هذا رأينا احنا صحيح هذا يفترض ان لا نسمع الحكي والله صحيح. مجلس صحيح. الأمة هذا الناس اللي يبون يستفردون بالقرار يبون ان مصالحهم صحيح. لان بعض اليوم مع وجود مجلس الأمة يعني هم قاعد يوقف وحد من الفساد الموجود زين بغيابه ابو عبد الله في ملاحظه ايضا الطلبه اللي يطلعون من على حساب الدوله يروحون في تخصصات نادره او تخصصات تقريبا يمكن تحتاجها الدوله تاتي هذه التخصصات ما تجد المكان اللي يفترض مفصل لها فتروح الى وزارات الدوله في شعب واقسام تايهه ما تتوافق مع شهادته هذه ايضا جريمه في حق الكويت طبعا. وابناء الكويت صحيح هذا يفترض انه يكون له تشريع دماء الخدمه للاسف الشديد يعني لما يروح مثلا ولدي ولا ولد عبد الله ولا ولد ابو بدر يروح في تخصص هندسي وياخذ ماجستير وياخذ شهاده عليا ويجي الكويت صحيح. يفترض هذا سياسه الدوله هذا بصقر بصقر سياسه الدوله انا اقول لك تذكر عفوا ابو عبد الله تذكر قضيه الطيارين اللي تم تفنيشهم بالكويتيه او شيء صغار ابو عبد الله حولهم ديوان الخدمه طيار سوق واحد بالأوقاف ما يقدر يسوق طياره عينه بالاوقاف واحد كاتب بوزارة الداخلية طيار واحد بالاوقاف انا بعرف هذا المسؤول اللي يفرز في ديوان الخدمه ما يدري ان هذا طيار لا بس رحت عينه كاتب اعتقد اختياري حتى لو كان اختياري حتى لو اختار لا هو اختار بيته يعطيه مجموعه طيارات ويختار منها يعني انت بالنهايه محدود لها عليها انك طيار هذا ليش ارده ثاني مره ابو عبد الله شوف خلينا نكون واقعيين الحكومة إذا تبي تسوي شيء ما حد يقدر عليها. مجلس الأمة وعنده أغلبية. مجلس الأمة الآن يعني خلال سواء المجلس الحالي واللي قبله. مو خبر الحكومة، احنا نتكلم عن الأغلبية. لما كان عندنا مجلس في فترة من الفترات أيام أخونا مسلم وفيصل المسلم والحربش ومجموعة كانوا الأغلبية كان بدينهم وكانوا هم اللي يديرون المجلس. فبالتالي كانوا الوزراء نفسهم ياخذون حذرهم من هؤلاء ويخافون من قوه المجلس وبالتالي ما يطلع اي شيء الا برضا اعضاء مجلس الامه. الان اعضاء مجلس الامه مع احترامنا التقدير نتكلم على الاغلبيه، الحكومه ضامنتهم بتمشي اي قوانين، يبقى هناك 10 12 واحد يحاولون يطقون يمين والشمال، لكن بالاخير الحكومه اقوى من المجلس لان المجلس ضعيف. تملك الاغلبيه. منو مسؤوليته هذا؟ مسؤوليه اختيار الشعب. مسؤوليه الناخب نفسه. نعم. يجب ان يحاسب.
صحيح. يعني ما يخلي مثلا النائب والله عنده بس مجرد خدمات طبعاً. بس انا اقول لك حتى مجلس الامه شارك يعني بش اسمه خريجين النفط ما عينوهم لتوى صارت عليهم لتوى صارت لما تدخل مجلس الامه تم تعيينهم صحيح اي بس ابو عبد الله زين قعدوا فتره هذا موقف يتسجل هذا يتسجل مو ما يتسجل يعني احنا قاعد نقول السنه الجايه ابو عبد الله المجلس مو نفس الشيء يعني ابو عبد الله هذا حل هذا حل مو حل لان هذا انت شوف دورك كمجلس لما تشوف مثل هذا انت مسكت الاغلبيه مصالحهم مع تعيين هؤلاء الاشخاص كلهم متفقين ما اعتقد انه يجي يعني واحد انت مشيت 17 18 واحد اللي باجين هذول زين السنه الجايه شلون عليهم اكثر ايا كان الرقم بس بالنهايه ابو عبد الله ما خلقت اليه تحفظ حقي اليوم انا كخريج اني عقب ما اتخرج سواء بالبترول او غيرها اني اتعين صحيح يعني انت اليوم حليت مشكله والناس صحيح. صفقت حق الوزير وكثر الله خيرك زين الجيل اللي بعده وبعدين بس ابو عبد الله انا عندي سؤال يمكن صار بينك وبين الاخت جنان بوشهري يعني رد على 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 معلومه انت قلت انها هي تقول هذه قالها عندي في البرنامج وقالها في المجلس وبعدين كملها قال ان لكل وزير لكل نائب له اثنين وهي طلعت ونفت كلامك ودنا نعرف يعني وين الصح في المعلومه يعني افتح اطل جربه شوف انا بالنسبه للاخت جنان بوشهري نعم انا جيت عشان مساله التوظيف والتعيين والمساهمه انا قلتها بالقاعه قلت له اذا الوزراء كل وزير يجي احنا يعني مع الاسف البعض من الوزراء يجي يقول لك والله انا انشد الاصلاح قلت له مو انت تنشد الاصلاح كل نواب الامه اغلب نواب الامه ينشدون الاصلاح وايضا الوزراء ما يجي الاصلاح على عرقله تعيينات تعيين مواطن او مواطنه تبي التعيين انت اليوم والله انا عندي تكدس انت عندي كذا عندي كذا انا رساله لجميع الوزراء مسؤوليتكم اصلا مو مسؤوليه النواب بخلخله هذا العدد الكبير اللي داخل ديوان الخدمه اذا كل وزير يتنصل وبعد فتره نكتشف بعد ما يمشي الوزير نلقى ان الله عزكم عنده خمال وعز السامع خمال بوزارته وكان بعض المسؤولين بعد ايضا يستشرف وبس حاط ما عنده فكر يعني البعض من الوزراء عفوا الوكلاء الموجودين بالقيادات ما عنده فكر همه انه بس لا نوظف لا ننقل مكان الفلاني زين وبعدين وثلاث ارباع المشاريع بوزارته تلقاها واقفه وحاط دوب دوب تعيين الكويتي هذه من مسؤوليه الحكومه تعيين الكويتيين صحيح انت لو مشيت بالتعيين عينت الكويتي والاسكان والصحه والتعليم كان ما تلقى حتى معارضه بالمجلس صحيح ما تلقى حد يعارض شعارض يعني اللي بيعارض الصحه اوكي والتعليم اوكي والاسكان اوكي ووظفت الكويتي من يبي يعارضك يعني كان اللي بيطلع يعارض على سياسه الحكومه كانه يعارض من اجل المعارضه ما اقدر اتكلم وانت كل شيء موفره وعبد الله ما اتدور عليكم الان انكم انتم ايضا تخصصون بعض اوجه التعليم يكون صناعي يكون ميكانيكي يكون تجاري لان ما عاد الان مخرجات التعليم تتواكب مع اللي قاعد يصير من تدفق العماله العاديه جدا بصقر هذا دور الحكومه مو دورهم ما عليه هو يشرف وزير التربيه وزير هو يشرف وزير التخطيط هذا دورهم مو دور التربيه لا اسمعني بصقر بصقر هذا فقط الحكومه هذا الحكومه ما تبي هذا مشكلتنا هذا من واجبه هذا واجب الحكومه في المقام الاخير بعد جرى الحكومه ناسيتك الحكومه مصابك شوف عبد الله عبد الله شوف هالمسج شوف مسج من احد الاصدقاء يقول مضحك المبكي تغريده بنتي ربي حفظها خريجه هندسه بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف ومثلت الكويت بمشروعها واخذت المركز الاول على 220 دوله وبعد سنتين من الانتظار دوام تجريبي فقط مو تعيين على مكتب تسجيل الصادر والوارد في اداره ما لها علاقه بالهندسه نهائيا مو حرام هذه مو جريمه هذه لا وغيرها كثير صادر وارد مهندسه بس هذا من دوره وطالع الاولى مع مرتبه الشرف زين هذا من دوره وصل الحكومه طبعا بس دوركم يا الان ما حصل في الفتوى والتشريع بس ابو عبد الله اذا الحكومه قصرت ايضا دوركم في تقديم اقتراحات بقوانين لحل هذه المسائل من خلال اللجنه التعليميه يعني هذا دور يعني انا اقول لك يا ابو حمد القوانين موجوده القوانين موجودة بس عدم تفعيل هذه القوانين من قبل الحكومة مرات بعض القوانين المجلس يقرها
تقعد اللائحة التنفيذية عندهم على إقرار اللائحة التنفيذية أشهر، إلا إذا رد مجلس الأمة، ومرات الحكومة تعمد أن تطلع مجلس الأمة بصورة سيئة وطلع أمام الشعب أنه هو السبب. صحيح. هو اللجنة التشريعية عندكم في المجلس ما تتابع؟ اللجنة التشريعية في المجلس ما تتابع؟ والله ما بالاخوان اعتقد انهم يفترض انهم يتابعون كل قانون، يفترض انهم يتابعون. اوكي، خلينا ننتقل الى استجواب وزير الماليه المقترح اللي قدمه الدكتور بدر المله. شنو موقفك من استجواب وزير الماليه؟ والله شوف، انا اقول لك اياها يعني على الهواء مباشره، احنا خذينا، احنا من ضمن السبعه اللي تعهدنا ان بعدم التعاون مع الحكومه بكل استجواب. اي استجواب؟ باي استجواب؟ زين ابو عبد الله، حتى ليش هذا ظلم يا ابو عبد الله؟ لا انا اقول لك هذا ظلم. انا اقول لك لان الحكومه اساسا عدم حضور الجلسه المخصصه لقانون العفو، زين، وعدم حضورها مع ان هذه الجلسه من حق مجلس الامه انه يعقد الجلسات، فبناء عليها كانها استهانه بوجود مجلس الامه. صحيح. لابد ان تكون رده الفعل استهانه المجلس. إيه؟ بس هذا مو دليل استهانه الحكومه. لا لا ما يخالف، بس احنا شنو رده فعلنا؟ نسكت؟ لا نسكت لا. ما يصير ولا نقبل. احنا شلون؟ لابد الرساله توصل، الرساله توصل. اليوم احنا العدد وقعنا سبعه، وهذا التزام. يعني باكر اي استجواب يتقدم على اي وزير بما فيهم رئيس الحكومه، يعني احنا على الاقل صفر سبعه صفرك سبعه ناقص ثلاثه والالتزام سبعه. يعني حتى لو يتقدم استجواب غير حتى السبعه الموجودين، حتى لو استجواب الدستور يا ابو عبد الله. بس لا احنا شوف، احنا حسيت ان هذا الاستجواب لا انا اقول لك انا اقول لك هم مشكله الحكومه. يعني اي استجواب ما يبونه قال لك والله هذا استجواب غير دستوري، مثل استجواب الأخ عبد الكريم الكندري قالوا غير دستوري. الرجل متخصص، الرجل أيضا تم شرح، يعني عفوا مدى دستورية، مدى دستورية، يعني ودال كذا شخص وبحثوا مدى الدستورية وقالوا ما في أي شيء. احنا نتمنى اليوم مدام انه راح للتشريعية على الأقل يردون فيه يقولك والله هذا الاستجواب دستوري. نعم. بالعكس، انا اقول تسجل للحكومه، تسجل للاخوان في اللجنه التشريعيه، وايضا عبد الله انا اشوف رئيس الوزراء يصعد المنصه ويفند للشعب الكويتي. بالعكس مره مرتين ما عنده، ماكو نواب احد يتقدم. عبد الله انا اتفق معك، وانا مع اي استجواب لاي كان، وهذا حقنا احنا كمواطنين عليكم كنواب. انا مرات اشوف يصير ايضا تعسف وتعطيل وابتزاز من بعض النواب، من بعض النواب. لذلك انا مرات اطالب اقول لا، اقول خلي يروح الى 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 اللجنه الدستوريه التشريعيه، عفوا خلي تروح اللجنه التشريعيه تفند، لان في بعضهم مجرد ان عناد، توني استجوبتك انت ما قلت، ما جاوبت بستجوبك باكر، فيحط لك اي ماده من مواد الـ والله العظيم لا 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 عضو صرح قال انا راح اسجل كل الوزارات. لا 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 هو حق، احنا لا 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 اولا ذهاب استجواب، اي استجواب ذهاب اللجنه التشريعيه هي مخالفه صريحه. لا ليش مخالفه صريحه؟ ماكو استجواب يحال الى اللجنه التشريعيه. لا لا مو صحيح الكلام، ما ممكن استجواب. من اللي قيسه ابو علي؟ ما حد يقيس. هذا المشرع قد خلى سلطه بيد نائب لوحده منفردا يقدم هذا الاستجواب. شوف القوه اعطاه بيدنا، مو حق نائبين ولا خمسه. الاقتراح بقانون تسوونه انتم خمسه، طرح الثقه عشان ليش يروح لجنه تشريعيه؟ لا غلط، هذا غلط، هذا نواب قاعد هذا اصلا هذا تفريغ الدستور المستوى، هذا الدستور. لا بس مرات لا لا خليني لحظه، خليني اقول لك الحين انا اي استجواب يتم تقديمه. حمدان العازمي اليوم قدم استجواب في وزير الماليه، وزير الماليه سواء ان شاء الله في صميم عمله قدم قال لك انا بحيلها الى التشريعيه، في عنده اغلبيه حاله التشريعيه، هذا الربع بالتشريعيه هناك جاهزين، صوت نعم. شنو دور النائب اليوم؟ صحيح يروح ينام بيته محسن. انا اتكلم والله شنو فيها شط؟ لا 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 تتراجع، ببدا ما تحول الاستجواب، شط بالاستجواب، شط بعض المحاور الاستجواب، ما ممكن تاجيل الاستجواب هذا يقر المجلس. صحيح. بس احنا نتكلم عن شط بالمحاور، شط بالاستجواب ما في، مش موجود، مو موجود. لا لا بس في اتهام لكم ابو عبد الله، يقول لك كتاب عدم التعاون هذا اللي انت وقعتوا عليه يعتبر هذا الامر غير دستوري ويخالف الماده 100 من الدستور. انت بالنهايه انت حكم وانت قاضي، انت تحاول قدر الاستطاعه تشوف هذا الوزير، يمكن هذا الوزير مظلوم، ليش توقف ضده؟ مثل هذا الاستجواب
محاوره ضعيفه، ليش توقف ضده وعدم التعاون مع ابو عبد الله؟ هذا البعض يقول احنا شنو قلنا ان هذا الاعلان يديك المحاور ضعيفه. انا بقول لك انا احنا بالعكس احنا لما نشوف الاستجواب والله استجواب ابتزاز احنا تعهدنا احنا اوكي احنا راح جميع الاستجوابات، بس والله نشوف لا في استجواب ابتزاز لا املك الشجاعه واملك القدره اني ما اصوت. كفو عليك ما عندنا كفو مشكله عليك. كفو عليك ما عندنا مشكله اذا كان في ظلم وابتزاز على الوزير وواضح لا ما عندنا مشكله، بس احنا اغلب بالنسبه لك انت انا اقول لك اياها واعتقد حتى هو يمثل نفسه يعني صحيح. انا اتكلم عن نفسي شخصيا اذا كان ظلم وفي ابتزاز وواضح بس احنا نتكلم عن يعني اغلب الاستجوابات اللي قاعده تقدم. انا يعني قدمت يمكن 3 استجوابات اذا بقدم اذا ما عندي مستند اصلا عليك. حتى ما يطلع استجوابي قوي بالضبط مو زين لك يطلع ضعيف بالضبط برافو عليك يعني ما يصير بذلك القوه هذا كلام بس صحيح. اغلب الاستجوابات اللي قاعده تصير لا في خلل كبير من قبل الوزير المختص او الهيئات اللي عنده وفي مستندات بس شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا ان الحكومه تملك الاغلبيه صحيح. مهما كان الاستجواب قوي مهما كان الاستجواب دستوري مهما كان الاستجواب فيه مستندات قوية الحكومة مع الأسف بس مثلا تلقاها بنهاية الاستجواب يقوم أحد الوزراء يمجد بالوزير اللي شوف هي المشكلة وهو تلقاه مثلا مختلس حرامي عنده تجاوزات تلقاه يقوم والله الوزير فند أبو عبد الله أبو عبد الله عفوا في استجواب الشيخ سلمان ظلمتوه سلمان صباح ظلمتوه انتو هذا ظلم مارس النواب تعسف في استخدام السلطة ما ضيقتوا على الوزير وطار في حين الجبري نفس المخالفات موجودة وقفتوا معاه سلمان الحمود يعني وجاوب ورد عليك وفند الاستجواب لكن النواب خلص يبونه يبونه بالتالي وين هذا أداة دستورية شوف هذه تبقى قناعات أبو علي لا لا هذا تبقى قناعات يعني أنا لما تقول عن استجواب الجبري أنا امتنعت بس انا يعني واغلب الاستجوابات الموجوده انا مع عدم التعاون وياها بس اشوفها يعني بعضها تلقاها 3/4 تطلع يعني استجواب سلمان المود سلمان الصباح وزير الاعلام ظلم كبير من النواب يعني لاول مره النواب ظلم وزير الصحه ما ظلم ها سلمان المحمود ظلم اي ظلم اي انا شوف باسل الصباح هذا صباحي وهذا صباحي بس ما ادري ليش انت هني لا الاستجواب يعني انا اتكلم عن الاستجواب الاستجواب اللي سمعناه وشفناه اللي شفناه انت تبي استجواب حقه من حقه تأيد منو باسل هي روح ماكو مشكله هو قادر يجاوبك لا قادر يجاوب ابو علي اذا عندك ابو علي اغلب الاستجوابات مو اغلب لما نقدر نقول ظلم الوزير الفلاني في استجواب تلقى 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 الرقم اللي حصله يدوب 25 26 سلمان كم واحد مصوت ضده ما صوته 37 لا شنو ما صوته اعلنوا 37 نائب يا اخي يعني دقيقة كلها دعايات كلها دعايات لا 37 لما يعلن 37 نائب هذه اصلا صارت ظاهرة يعني اول مرة واحد يجيب هالعدد هذا بس عندي في اسئلة للمواطنين لا بس سؤال واحد تفضل قبل هذا ابو عبد الله الحين في المجلس نشوف اليوم ما ادري انت صريح في طبيعة حالك في اصطفاف وزير من العوائل او من الحضر تلقى بلوك كلهم حضر من القبائل تلقى بلوك من القبائل ف شو اللي صاير؟ شو السالفة؟ شوف امانة يعني هذه وانت ممتنع يعني انت خارج الاعراب ما ادري وين لا احنا عشان نكسر يعني هالحاجز هذا وانا عن قناعه امتنعت وعشان حتى يفسر انه والله كسر الحاجز انه بدو حضر كذا هل هو موجود الاصطفاء ابو عبد الله؟ استجواب الجبري شوف احنا شفنا والرضان والرضان احنا شفنا الفتره الاخيره يقولونه بس انا استبعد الشيء هذا ان شاء الله هم يكون الاخوان ضربوا مثل قالوا والله احنا ايام هند الصبيح هم تقدمنا احنا بطرح الثقه بس مع الاسف يعني مرات الحكومه تضخ بالشيء هذا يعني مرات الحكومه تضخ بالشيء هذا استجواب قبلي استجواب الحمايه الوزير المعني او استجواب مثلا يقول لك والله عائلي انا قلتها بالاول كان الصراع عندنا وكنا نتحكى فيه ان الصراع عندنا كان الشيوخ يطقون بعضهم صراع كراسي بين أبناء الأسرة اليوم شفنا صراع وزراء هذا أنا ممكن توضح أنا أقول لك صراع وزراء
مع الأسف هذا يؤدي إلى ضعف المجلس. وهذا اللي قاعد يشوفون بالصراع. أنا أقول لك صراع وزراء، كل ثلاث وزراء مع بعض عنده مجموعة من النواب يمون يمون على بعضهم. مرات تلقى في بعض الاستجوابات موجهة لها الدب ولا رايحين الاستجواب ثاني البعض. يعني أنا أقول يعني جميع الاستجوابات اللي تم تقديمها خلال المجلس هذا وحتى بعض المجالس. فأنا أقول اليوم صار الصراع أيضا وزراء مع بعض، وزير يطق وزير. يعني هذه ما شفناها صحيح الا بالعهد هذا ابو عبد الله، الا بالمجلس وزراء. هذا دليل ان المجلس ما في سلع المواطنين. خلينا احاول اسال، عندي سؤال. اي بس خلني ابو سكران انا الحين بعدين اترك سند العتيبي. طبعا مساله نفس سند ابو حميد يقول تقبل الله طاعتكم. الخلل الكبير في موضوع التعيينات البرشوتيه واللوم الاكبر على السلطه التشريعيه، فكل القوانين بها يجوز ويستثنى من ذلك وغالبيتها من مجلس الخدمة المدنية، فالخلل التشريعي وحتى القضاء لا سلطان له إن هناك بالقوانين يجوز ويستثنى. وشكرا. تخيل قانون 25/2006 اللي خص الترقيات مستثنى من عدة جهات، فما فائدة القانون؟ يعني وهو يعني حاط القانون هذا 25، شوف هذه طريقة الاستثناءات ينسف القانون. وترى أنا من الناس اللي تضررت. ديوان خدمة استثناء. ديوان خدمة. هذا كيف المستثنى؟ الفيحيل قطعة واحد. أبو عبد الله يقول لك يعني أحد الإخوان بما أنك تمثل الدائرة الخامسة، حل مشكلة الأمطار اللي تضررنا منها وما زالت شوارعنا وبيوت وسيارات ما زالت بالساحات الترابية وخصوصا الفيحيل، قطعة واحد يوم الكارثة. عندك جنان؟ تعويضات ما في منطقة الفحيحيل أيضا يقولون لك هذا الجاوب على هذه الحين. شو بالنسبة لمنطقة الفحيحيل وجميع مناطق الكويت، متى ما وجد المشكلة يعني أعتقد أنا وغيري من النواب يعني لا يمكن يقبل بالأمر هذا. بس هم ليش جابوا منطقة الفحيحيل صباح الأحمد المنازل الصباحية؟ هذه الكارثة صارت بهالمكان هذا. ومع الأسف يعني إحنا ما كنا يعني شيباننا الأولين عرفوا ان هذا مجرى سيل، وغزاره الامطار اللي نزلت ادت الى الكارثه هذه. بس احنا نقول الحكومه يعني ما كانت الاستعدادات بالشكل المطلوب، ولا كان بعد ايضا يدرون ان هذه المفروض الخرائط اللي عندهم تبين ان هذا مجرى سيل وهذا كذا. يعني اليوم اذا انتم مو قادرين يعني تحلون هذه المشكله، أنا أقول يجب تشوفوا لهم صرفة للبيوت هذه، سواء يعني بالتثمين إذا المكان هذا وتعدلونه، ليش ما تثمنون البيوت هذه؟ ليش ما تثمنونها إذا أنتم مو قادرين؟ يعني خسائر. وبعدين يعني أنا اللي أسمع إلى الآن، إذا كانت المعلومة صحيحة وماني متأكد، إلى الآن البعض منهم ما حصل على التعويض. اللجنة اللي تم تشكيلها إلى الآن ما حصلوا على التعويض. يعني أنت كم صار له؟ وأنا اليوم يعني شوف وأقولها على الهواء الآن، حتى المواد اليوم اللي مسوينها بالاسفلت وشغالين فيها الان، انا اقول الله يستر اذا ما كانت نفس المواد السابقه. انا اتمنى ذلك. السرعه الموجوده اللي صارت فيها، لا التاخير اللي صار يعني مؤخرا، لا 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 خلى التاخير. هم بيعدون الموسم. اي صار له 6 اشهر. لا لا انا اقول لك يا بس اعتقد في خلل أكبر من الشيء. يقولون التأخير أصلاً مشاريع. إحنا الكارثة لو تكرر من يتحمل المسؤولية؟ يعني جينا الموسم الجاي وتمت الأمطار بغزارة وأكثر، من يتحمل المسؤولية؟ يقوم بدورك الدستوري. ما عندنا مشكلة وراح نقوم بدورنا الدستوري. جاهز من عبد الله، ترى في مشاريع كثيرة يعني معطلة ومعلقة، يجب يعني حتى على مستوى الرياض. الحين عندنا مجمع السعد العبد الله صار له 10 سنوات لحد الآن ما استعملوا ولا استفادوا منه في كثير من المشاريع، يعني مش مقتصره على. وهذا مثل ما ذكرنا في دوركم التعويضات ايضا. ذكرت انا بالجلسه اللي طافت وكان سؤالي موجه عن الامر هذا و16 وزير، قلت له احنا مشكلتنا بجميع الوزارات ان الى الان مشاريع معطله. يعني صار لها بالست والسبه 6 سنوات 5 سنوات معطله، خلاف اللي عنده شيء خلاف ما بين التجار نفسهم. البعض منهم يوقف المشروع. عبد الله التعويضات على نفس المنطقه قطعة واحد في تعويضات، ما وصلهم شيء. تعويضات صار عليه مو هذا احنا اللي قاعد نقول. لا ما اتكلم على البيوت، اتكلم على
سيارات، يعني المفروض انها تكون صرفت يعني مبالغ على الاقل او استدعوهم او شيء. الى الان بعضهم الان بعض الشكاوي احد المواطنين جاني احد المواطنين يقول يا ابو عبد الله ليش مو يعني مو راضين يعوضوني والله عشان دفتر السياره مو مجدد. يعني زين انا سيارتي خربانه، سيارتي البقالات هذه المتنقله. يعني واحد من المواطنين جاي قال ابو عبد الله، قلت له ليش ما دخلت من ضمنهم؟ قال لما وديت الاوراق قالوا لي انت دفترك منتهي. يا معود السياره راحت. هذه مثل سالفه شو اسمه ليش يعني مع الاسف مع الاسف. ابو عبد الله وين تشوف نفسك انت؟ مع المعارضه مع الموالات بالنص؟ شوف انا ما انت الله انا خطي مع الحق وين ما مع المواطن. لا معارضه من اجل المعارضه، مع المواطن مع المظلوم. يعني طلعنا من رحم الشعب. دامك مع المظلوم ابو عبد الله، شنو موقفك من قضيه اسقاط القروض؟ اي بالعكس شوف هذه قضيه مهمه. تجرد ابو عبد الله. لا انا اقول لك اياها بالعكس، انا احد مقدمي الاقتراح وانا اللي وقعت بصفه الاستعجال تجديد ومناقشه هذا الموضوع. يعني احنا لما نشوف اليوم الهبات موزعه اي بالضبط جميع الدول، ونشوف اليوم العدد الكبير اللي عليه منع سفر والقاء قبض والسجون موجودة، واللي بعضهم داخل السجون بسبب هذه المديونيات اللي بعضها بسيط. وبعدين أنا اللي بقول لك يعني هذا لما اقترض، احنا مشكلتنا انه والله الفكر وسوء النية عندنا انه والله هذا اقترض عشان يسافر، اقترض عشان يشتري سيارة ويكشخ. يعني ما عندنا، ليش ما نقول اقترض عشان يكمل بيته، اقترض عشان يعالج ولده، درس ولده، راح الصحة حاول ما قدر. زين ما أمامه إلا إنه يقترض، ليش ما نقول إنه عشان يعلم ولده نسبته وارتفاع نسب الموجودة منعم إن ولده يدرس؟ ما تعتقد ليش ما نقول عفواً ليش ما نقول إن هذه الأسباب اللي أدت إلى القروض؟ ليش سوء النية إنه والله خذا إنه عشان بيكشخ؟ وبعدين هم في المقابل لما نشوف الهبات اللي برا، أنا أقول الشعب الكويتي من غير مزايدة، أنا أقول الشعب الكويتي أولى. وهذه القضية وفي سوابق، ونعيد ونكرر المديونيات الصعبة كم شخص وأقوى من المبلغ هذا. أنا أقول يفترض أن يوجد لها حل، أنا أقول لابد أن يكون لها حل، لابد أن يقول. وأنا سبق أن قلته يجب أن يتحركون الإخوان. أوكي عن مع ممثلين الشعب، جروبات يسوون، مجموعات مثل العسكريين وغيرها، يجب التحرك. عبد الله في وايد يكون تحركهم فعال، لا يقول لك والله مجلس الامه ما له شغل ومجلس الامه لا واحنا ما نبيهم واحنا كذا، لابد ان يشاركون. وضحت ابو عبد الله. ابو عبد الله انا مع اسقاط بشكل سريع. انت بشرتنا ان في 75 لتر بنزين تعطونا، وافقت انت على الكلام. أنا إيه طبعا أنا مجلس الامه مجلس الامه هاي فاتوره انا جايب لك اياها، هاي فاتوره انا جايب اياها. بس انا صايد ادفع على ابو عبد الله، ادفع على الفاتوره. انا اقول لك اياها انت قلت عندك انجازات المجلس، هاي فاتوره مالت البنزين، عطني اللي يسمونه عظم كيبس. اذا كنت انا من حضر الجلسه هذه لك حق علي. ليش انا ما حضرت؟ وبعدين هذه كانت بمكتب المجلس وانا رفضت الحضور. قلت اي انا رفضت حضور هذه لما كان الاجتماع، قلت له هذا اجتماع احنا طلبنا بتخصيص جلسه، هذه كان في المجلس السابق. نعم. طلبنا بتخصيص جلسه مناقشه هذا الموضوع، قالوا لا بنخليها مكتب المجلس. 70 وال... اي وال... لا والحكومه راح تطلع بالتنسيق مع المجلس بشيء يهم المواطن ومن مصلحه المواطن. قالوا لي احضر، قلت له لا يمكن احضر بالقاعه. انا اقول يعني رجعنا الفاتوره، رجعنا الفاتوره. اللي اعطيته صوتك هو الفاتوره. انا اللي اعطى، شوف اللي اعطى عارفه، انا عارفه من هو اعطى. اللي اعطاه صوته تلقاه حاضر الاجتماع. عبد الله، عبد الله انا حقيقه قبل ما الختام يعني لازم ندخل في القضيه الرياضيه. انت كان لك يعني الدور واضح في عملية القضية الرياضية مناقشتها خلال إيقاف النشاط الرياضي. النشاط الرياضي، بل أن يعني آرائك وصلت إلى اتهامك بأنك تدار من الشيخ أحمد الفهد. اليوم نجد أن الأمور كلها الآن تم رفع الإيقاف، خارطة الطريق التعاون الحكومي والنازل الحكومي في قضية الرياضة الكويتية. كيف ترى الوضع الرياضي الآن في هذه المرحلة؟ شوف أنا أعتقد أن إلى الآن ما انحلت القضية. في بعض الألعاب ما انحلت،
تقصد ما في ايقاف نهائي لحد ما في انا يعني، وهذا اللي كنا نراهن عليه وكنا اثناء القانون وصار تعديل قوانين يعني. اي ولما جاء القانون انا رفضته صالح عاشور ودخل ويانا خلف دميثير الاخنا خلف دميثير كان بالوقت الضايع اي دخل ويانا احنا الثلاثه الاضافيين طبعا مرات يجيرونك يقولون لك كذا شوف الحمد لله يعني قالوا ودوني حركة دستورية ودوني الشيخ ناصر محمد ودوني جابر المبارك ودوني 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 كذا اتجاه ودوني أحمد الفيل ليش لما نتكلم بالصراحة وبالصحيح قالوا هذا مدزوز هذا كذا هذا ما يبون يعني صارت والله نوع خلاص أنت تنتقدني هذا مؤامرة احنا ما عرفنا المؤامرات ولا نعرف المؤامرات ولا نعرف طريقة الحمد لله ولو انهم من فضل الله علي ان علي ما قضب شيء والله ما يخلونا من 2013 تتفاعل في سؤال من فهد ابو عبد الله وضع الرياضي راح تنتهي ان شاء الله وضع الرياضي الشك ابو عبد الله في سؤال من مواطن يقول الجامعة الشدادية والجامعة الكويت ليش ما يتم فصل بين ادارتين علشان تكون في فرص وظيفية للكويتيين والله اعتقد هذا فيه اعتقد انه في قانون تم الاتفاق عليه انه تكون حتى كليه التربيه تكون تعتبر انها جامعه ادارتين اي ونفس المميزات الدكاتره كلهم بس ما ادري شنو اللي معطله الان تصويت العسكريين ابو عبد الله اي هل انت من انا عرفت المؤيدين من التصويت لا العسكريين كلنا ايدنا اوكي وصلنا النهايه احنا طبعا احنا شاكرين لك ابو عبد الله مشكور وما قصرت على سعه صدرك وعلى توضيح كثير من الامور اللي وضحتها في هذه الحلقه مشكور وما قصرت اذا في كلمه اخيره بنهاية الحلقة أنا أشكر جميع الإخوان وأشكر القناة الله يحفظك على هذه الاستضافة وشكر موصول لك محمد وللإخوان أيضا مشكور شكرا وعساكم من عوادة طبعا مشكور على سعة صدر وعيدكم مبارك مقدمة إن شاء الله إحنا طبعا يعني لازم أيضا يعني إحنا يمكن كان في بداية حديثنا مع أبو عبد الله عن الأوضاع في المنطقة ترى إحنا نطمن المواطنين أن الدولة قادرة على إدارة أي أزمة وأن الأمور كلها تحت السيطرة والأمور تمام واعتقد قوة الكويتيين دائما في الحفاظ على النسيج وان نكون دائما في الازمات يد واحدة في يعني تجاوز هذه الازمات ورفع حالات الطوارئ اللي موجودة في المنطقة باذن الله تعالى فحبينا ان نطمن المواطنين واحنا دورنا كوسائل اعلام خاصة ان نتعاضد ايضا مع الاعلام الرسمي مع وزارة الاعلام اللي هي وزارة الام نكون يد واحدة في مواجهة اي امر ان كان واي امر طارئ يمكن الحديث اللي كان قبل شوي كان حديث يعني جدا مهم للتوضيح من ابو عبد الله وابو عبد الله اكد لنا ان شاء الله ان الامور يعني ان شاء الله طيبه وان الامور زينه ان شاء الله باذن الله تعالى وان الحكومه ان شاء الله قادره على اداره اي ازمه. مشاهدي الكرام انا شاكر لكم على حسن المتابعه وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج واحنا شاكرين لك يا ابو عبد الله وتفضل على السحور. بالخير وهنانك حافل بخيراتك حامل تحياتك حافل بخيراتك حامل تحياتك شهر الكرم والجود يا محلى وانتشرت الفرحة مرحى لكم مرحى وانتشرت الفرحة مرحى لكم مرحى واستقبلت القلوب فرحة